38 بعنوان الاستشارة الفلسفية عند جيرد أشنباخ. الحقيقة أنه الفلسفة تعرض لهجوم قديما وحديثا يعني في الوقت اللي احنا عايشين فيه لعدة اتجاهات. الاتجاه الأكثر شيوعا هو الاتجاه المتعلق برجل الشارع الناس العادية اللي لا هم أكاديميين ولا هم متخصصين زي أفلامنا بيشيع أمر الاثنين، إما إنه نظرة رجل الشارع للفلسفة متأثرة بالخطاب الديني التقليدي الهجومي، بمعنى إنه هو بيرفض الفلسفة لأسباب متعلقة ببنية هذا الخطاب الديني، وعلى رأسها زي ما كلنا بنلاحظ لما بنتناقش مع أي حد نعرفه في مسألة الفلسفة هو الجزء التشكيكي أو النزعة التشكيكية داخل الفلسفة، وده نتيجة سوء فهم لمسألة الشك ومفهوم الشك في الفلسفة. الجزء الثاني من أسباب رفض رجل الشارع الحقيقة وأغلب الناس للفلسفة هو إنها لا تقدم شيء مفيد، هو دايما بنسمع رفض دين الفلسفة ما تقدمش شيء مفيد على المستوى العملي والمادي بشكل مباشر. الجانب الثاني من الهجوم على الفلسفة الحقيقة في عصرنا الحالي يختص يمكن أكثر ببعض نخب المجتمع سواء علماء تجريبيين او مهتمين بالعلم التجريبي الحقيقه برضه، وهم برضه عندهم نظره سلبيه تجاه الفلسفه بحيث ان هم بيقولوا ان العلم مثلا على سبيل المثال قادر واستطاع طوال اكثر من 150 سنه فاتوا ان هو يقدم تفسيرات واجابات على هذا الكون اللي احنا عايشين فيه، وبالتالي الحاجه الى الفلسفه انتفت، مع ان هو كان في احتياج للفلسفه في عصر كان في علم لم يخطو خطوات كبيره، وكل ما العلم بيخطو اكتر كل ما مساحه الفلسفه واحتياجنا للفلسفه بيتقلص ويكاد ان يتلاشى. بعض الفرق زي ستيفن هوكينج الفلسفه اصلا ماتت، العلم قاتل الفلسفه. عشان كده مساله او فكره ومفهوم الاستشاره الفلسفيه اللي بنتكلم عليه النهارده ليه؟ لان هو بيحاول يربط الفلسفه او يعيد ربط الفلسفه بمجمل النشاط الانساني. بيحاول يورينا انه لا، الفلسفه تقدر تقدم شيء على المستوى العملي والمادي بشكل مباشر انت تقدر تلمسه وتستفيد منه في الحياه الشخصيه، مش مجرد كلام نظري بعيد عن الواقع. دراسه محل النقاش النهارده اللي تتناول رؤيه جيرد أشنباخ عن الاستشاره الفلسفيه الحقيقه بتحاول تجاوب على مجموعه من الاسئله المهمه، ومن ضمن الاسئله دي هو مبدئيا بيحاول يقول ايه هي اصلا فكره الاستشاره الفلسفيه؟ الحاجه الثانيه ايه الهدف بعد ما عرفنا يعني ايه دراسه الاستشاره الفلسفيه؟ ايه الهدف من دراسه الاستشاره الفلسفيه؟ هل الفلسفه في ازمه فعلا؟ وجزء من الاسئله اللي بيحاول يجاوب عليها الدكتور سامح في الدراسه الحقيقه هو ايه هي ازمه الفلسفه؟ هي عباره عن ايه؟ واذا كانت الفلسفه في ازمه هل في سبيل لتجاوز هذه الازمه؟ الحقيقه انه احنا عملنا سيرفيهات كتير قبل كده عن الفلسفه وما زلنا عندنا مواضيع فلسفيه كتير بنطرحها، وده لانه احنا مقتنعين فعلا باهميه الفلسفه وانه كتير من الاشكاليات المتعلقه في مصر بالسياسه وبالاجتماع وبغيره جزء منها وسبب رئيسي منها هو غياب اصلا الفكر النقدي اللي هو بني على الفلسفه منذ القدم. يعني حتى فكره الاستشاره الفلسفيه اللي بيتكلم عليها أشنباخ قديمه وليست حديثه، معنى انه من زمن سقراط وهذه الفكره موجوده وان لم تكن واضحه يعني، لكن هي كمان قديمه مش حديثه. سقراط يتحدث عن الحياه الجيده، ما هي افضل حياه يمكن ان يحياها الانسان الحقيقه، فان لم يكن عنده القدره ان هو يتفلسف ويتساءل ويبحث فهو لا يحيا الحياه كما ينبغي. ضيفنا النهارده كنا التقينا بيه في الصالون رقم 327 لما اتكلمنا عن الجمال والتأويل عند روبرتو ايكو. هي ضيفنا ذو اطروحات مميزه جدا في المجال الفلسفي. ارحب ويشرفني ان اكون بجوار دكتور سامح الطنطاوي. دكتور سامح الطنطاوي هو استاذ علم الجمال بكليه الاداب جامعه حلوان والمحاضر بجامعه نابولي. برحب بحضرتك استاذ سامح. شكرا جزيلا في مساء الخير عليكم جميعا. في البدايه بشكر استاذ جوني على هذا التقديم المهم، وفي الحقيقه هو قدر في دقائق معدوده ان يقدم الاسئله اللي من المفترض ان انا احاول او ساحاول الاجابه عنها في شكلا ومضمونا. لك كل الشكر والتقدير.
وفي الحقيقه يعني محتاج اشكر استاذي الدكتور بهي، يعني له فضل عليا كبير، واستشاراته الفلسفيه طول الوقت شغاله، يعني اهو ده يعني بيعمل استشاره فلسفيه دون اقول ايه، استشاره فلسفيه طول الوقت بيقدم استشارات وبيقدم افكار، وانا شخصيا لما باجي الاقي عايز اتناقش في حاجه برجع له اقول له دي اعملها ازاي، استشاره ببلاش مجانيه، وبالتالي دي حاجه مهمه جدا. اعتقد لما بيقدم لنا روايه مهمه زي الاستاذ صبحي، راجل محترم، اخر روايه عملها صلاه خاصه، اعتقد ان انت بتقدم لنا روايه وحلول لمشاكل عندنا بنشوفها. عايز اقول ان وبشكر كل الموجودين، الضيوف الموجودين للصالون في ظل وجود الحياه المعقده وظروفنا كلنا اللي بنمر بيها، كل طالب وكل مثقف وكل انسان قدر يوفر وقته ويجي بجد بيعمل عمل بطولي وعمل يحترم جدا له تقدير جوايا كبير جدا. موضوع النهارده موضوع يعني شائك، معقد، سهل، نظري، تطبيقي، عملي، موضوع يحتاج الى تحليل، موضوع يحتاج الى وقفه مني اولا، وبعد ان اقدم هذه الفكره بشكل انساني بسيط احتاج ان انا اسمع بعض وجهات النظر وبعض ردود الافعال من الموجودين. في البدايه موضوعي النهارده عن الاستشاره الفلسفيه عند الفيلسوف الالماني جيرد اشنباخ. لماذا الاستشاره الفلسفيه؟ وهل هي مهمه بالفعل في حياتنا؟ وما الفرق بين انسان يقر باهميه الطب وانسان اخر لا يقر باهميه الطب؟ ماذا يعني ان نقول انسان ياكل اكل صحي وانسان لا ياكل اكل صحي؟ اعتقد بسهوله جدا ممكن واحد يرد علينا ويقول هي ايه المشكلة اللي ياكل أكل صحي ياكل، واللي ياكل أكل مضر بالصحة هو حر. الموضوعات لا تسير بمثل هذا الشكل. الاستشارة الفلسفية جاءت كي تناقش بعض هذه الموضوعات التي يعتقد البعض أن ليس لها أهمية. مثل أن نقول جيرد أشنباخ بيقول الكلام ده بنفسه، هو إيه فايدة الحب؟ والحب ده بيتمسك يعني؟ هل حد يقدر يجي يمسك الحب يعني يمسكه في ايديه؟ اعتقد محاولة الامساك بالحب وتحديد معنى احادي ليه، اعتقد استشارة ليس لها اي قيمة في الحياة. فالحب بيختلف من انسان لانسان ومن سياق الى سياق ومن اطار الى اطار. ولكن دعوني ان اتحدث عن الجانب التطبيقي بعد ان اقدم الأشنباخ ذاته، وإيه هو هذا المفكر العظيم الذي التقيت به مرتين، المرة الأولى كانت في برلين والمرة الثانية كانت في مكتبة القومية بروما، وهو قدم ساعتها محاضرة مهمة جدا عن بعنوان الكافيه فيلوسوفيكو، القهوة الفلسفية، اللي هي فكرة إن إحنا عندنا مشاكل بنتقابل بنتكلم فيها فبنخرج عندنا قناعات، قناعات غير نهائية. ومن هنا كان بينتقد في المحاضرة دي بعض العلماء اللي بيعتقد ان هم يقدروا يوصلوا لمعنى نهائي وهو الكون من هنا ورايح هيمشي على البارادايم ده، اين هذا النموذج الارشادي؟ جيرد أشنباخ رد يوميها على علماء الفيزياء والكيمياء الموجودين، قال لهم لو انتوا شطار هاتوا نموذج ارشادي، هذا النموذج الارشادي نقف عنده ونقول مفيش حاجة هتيجي تاني. وكلمة النموذج الارشادي هنا البارادايم مقصود بيه اللي هي فكرة أن نصل كبشر إلى حل، هذا الحل صالح لأي زمان ومكان. هذه الفكرة عند جاستون باشلار تم إلغائها، قال لك يعني ما فيش حاجة اسمها نموذج إرشادي، ولا في حاجة اسمها حد يجيب نموذج والنموذج ده نعتنقه ويبقى هو النموذج. والموضوع ده على مستوى العلم وعلى مستوى الفلسفة تم إثباته، إثباته بمعنى إيه؟ إن لا يوجد نظرية علمية قادرة على أن تعيش طوال الزمن وطوال التاريخ، وانا من اعتقد في ذلك. دي كانت المحاضره اللي هو قالها بشكل سريع في جامعه في مكتبه ناتسونال اللي هي تابعه لجامعه روما لاسابينس. جيرد أشنباخ هو من مواليد 1947، يعد مفكر وفيلسوف الماني
مهم من الطراز الأول في ألمانيا الآن، له كتابات متعددة. الكتاب الأكثر أهمية بالنسبة لي النهاردة، الكتاب الأكثر أهمية بالنسبة لي النهاردة هو كتاب La Consulenza Philosophica. Consulenza Philosophica اللي هو الاستشارة الفلسفية، وبيقول دي حاجة مهمة جدا للأطروحة اللي حضرتك بدأت بيها في البداية خالص. La Filosofia come opportunità di vita، الفلسفة فرصة للحياة. ده عنوان الكتاب La Consulenza Philosophica. La Filosofia come opportunità di vita، opportunity لللايف الخاص بينا، وان هي فرصة ان هي تخلينا نتخلص من المشاكل اللي الأدوية جايبة نتيجة. يعني الأدوية لم تأتي معي بنتيجة. على ما أعتقد لو حد بيمر بأزمة حب هنقول له خد العلاج ده. لا أعتقد إن في الحب ممكن علاج يؤدي إلى الاكتئاب. لا، ولكن الاستشارة الفلسفية من خلال هذا الكتاب تعتمد على فكرة إن أنا المستشار وأنت اسمك عندي في لغة الاستشارة الفلسفية الضيف، اللي هو أوسبيتي. الأوسبيتي ده أنا وأنت لا بديك علاج ولا بديلك حاجة تاخدها عبر مشروب، ولا بحاول إن أنا أقولك إن أنت مريض نفسي. أنت بتتكلم معايا وبنتناقش في الموضوع، واخترنا بعض ان احنا نتناقش حول هذه القضية. لماذا؟ لان هناك بعض الجوانب العقلية والذهنية لدى الانسان لا يمكن ان يصل اليها لا علم النفس ولا الطب. لا الطب قادر على ان يضع حل لمشكلة الانسان نهائي، ولا علم النفس ولا عالم النفس في حد ذاته قادر على ان يضع حل نهائي لهذا الموضوع. بالطبع اختلف العلماء والفلاسفه، اراد العلماء ان يجذبوا الفلاسفه لارضهم، واراد الفلاسفه ان يجذبوا العلماء لارضهم، واصبح هناك نزعتان كل منهما يريد ان ياخذ الاخر، والجدل دار حول هذه القضيه. انا هنا في هذه المحاضره لا يعني لا يقف فكرتي او رؤيتي حول الدفاع لا عن العلم ولا عن الفلسفه. موقفي واطروحتي سوف تكون مختلفه تماما، الا وهي هل من الممكن ان نستفيد من الاستشاره الفلسفيه؟ هل من الممكن ان تقدم لنا اجابات عن بعض الاسئله؟ هل انا كراجل بحثت في الاستشاره الفلسفيه سنتين 2016 و2017 ونشرتها في 2018 باللغه الايطاليه، هل النهارده انا قادر مع طلابي في الجامعه ان انا اقدر اطبق حاجه اسمها الاستشاره الفلسفيه؟ هل قادر اطبق الاستشاره الفلسفيه مع حد محتاج مني ان انا اتناقش معاه في قضيه واديله اطروحه مختلفه من عندي ان هو يقدر من خلالها يستفيد منها؟ طب ايه هي الشروط ان انا اقدر اطبقها عشان اقدر اعمل استشاره فلسفيه؟ او ايه هي الشروط اللي ممكن تبقى موجوده في انسان او مفكر او فيلسوف او مثقف او انسان عادي كي يعطي لي استشاره فلسفيه؟ ده وهرجع له تاني بعد دقائق. ده ملخص الاستشاره الكتاب الاستشاره الفلسفيه في كلمات لا تعطي للكتاب اي اهميه، الاهميه سوف تاتي فيما بعد. له كتابات اكثر اهميه اللي هو كيف نعيش في عالم مضطرب، كيف للحب ان يصل الاخرين، كيف يصبح للفلسفه ان تقدم العياده الفلسفيه لدول العالم الاول والثاني والثالث، كيف تصير الفلسفه جزء من حياتنا، كيف يمارس الرجل الذكي الفلسفة دون أن يدري؟ كيف تمارس المرأة البسيطة الفلسفة دون أن تدري؟ وبدأ يضرب أمثلة بسيطة جدا بالمرأة الإيطالية الفقيرة اللي كانت محتاجة تأكل أولادها. فهي فقيرة ولكن عندها بعض من الجبن، بعض من الزيتون، بعض من الدقيق، وبدأت تفكر بطريقة ما لأن تقدم لأولادها وجبة. قدرتها على التعامل بهذه المرونة مع هذه الأدوات وأن تقدم في النهاية بيتزا ليهم، أعتقد أن هي في الحالة دي قدرت تعمل استشارة فلسفية لأولادها، اللي هي إيه؟ تلبية حاجة الجوع لدى هؤلاء الأطفال. طبعا برضو هذا المثال لا يوفي للإستشارة الفلسفية أي حق من حقوقها.
فاتعددت ال استخدامات الاستشارة الفلسفية. الميكانيكي يقدر يدي فكرة، بمعنى ايه؟ الميكانيكي الشاطر اللي بينقذك في منتصف الليل اعتقد انه فكر وبدأ يحط الترناتيف، بدأ يحط زي ما بيقولوا كده باللغة الإيطالية أجونتا، اللي هي اللي أقول التورتة اللي عليها حاجة مكسرات نوع أنا بحبه. وبالتالي هو الاستشارة الفلسفية هي بديل، هي إتاحة، هي إضافة لحاجات أنا معتاد إن هي شكلها كده. الاستشارة الفلسفية هي فكرة أن أنظر إلى هذه المائدة على إن هذا الشكل هو شكلها. هل من الممكن أن أقدم إضافة وبديل لأن تصير هذه الطاولة بأسلوب أكثر جمالاً؟ وبالتالي الاستشارة الفلسفية بتغير من طبيعة الأشياء، بتغير من طبيعة الأشخاص إلى ما هو إيه؟ إلى ما هو أفضل. كتابات جيرد أشنباخ جميعها كتابات تسعى إلى محاولة دمج الفلسفة في الشارع، محاولة أن تكون الفلسفة قدوة للبشر، محاولة أن تكون بيننا، محاولة أن تجعل الأشياء الغير مألوفة هي أشياء مألوفة بالنسبة لنا، محاولة لاختراق الحواجز التقليدية. دي الاستشارة الفلسفية. طب أنا قبل ما هتنقل بقى لي إيه هي الاستشارة الفلسفية والهدف وربطها بالحياة، عايز أقول إن الكتابات العربية نفسها أقرت الاستشارة الفلسفية، أقرت بذاتها الاستشارة الفلسفية. عندما ننظر لكتاب أستاذي طبعا الدكتور حسن يوسف هنا مشرفني يقدر إن هو يراجعني في هذه النقطة، لما أتكلم عن كتاب زكريا إبراهيم مشكلة الفلسفة، ده كتاب بيتكلم عن الاستشارة الفلسفية، قد لا يذكر مصطلح الاستشارة الفلسفية، لأن مصطلح الاستشارة الفلسفية هو مصطلح تم صقه عام 1981 عندما انتهى جيرد أشنباخ من رسالته للدكتوراه وبدأ في كتابة العمل الأول له ألا وهو الاستشارة الفلسفية 12 في 100 سنة 1981. يعني نقدر نقول من 35 سنة تم نشر هذا الكتاب، ترجم للإيطالية أول مرة عام 2004 والمرة الثانية كان عام 2009. في الكتابات العربية لا يمكن أن أنا أبخس حق الدراسات العربية من أنها قدمت معنى للإنسان أو إضفاء معنى على حياة البشر أو الإنسانية. لما نتكلم عن كتاب مشكلة الفلسفة لزكريا إبراهيم أو كتاب مدخل الفلسفة الإمام عبد الفتاح إمام، مدرسة الحكمة لعبد الغفار مكاوي، توفيق الطويل أسس الفلسفة يحيى هويدي مقدمة في الفلسفة العامة، عبد الرحمن بدوي مدخل جديد إلى الفلسفة، مجاهد عبد المنعم مجاهد مدخل الفلسفة، إبراهيم يوسف النجار مدخل إلى الفلسفة، مفكرين وعظماء قدروا إن هم يأثروا فينا كشباب وكجيل قبلنا في إيه معنى الفلسفة وإزاي إن هي تقدر تقدم لنا معنى جديد في حياتنا. كل هؤلاء عندما ننظر إلى كتاباتهم سننظر إلى أنهم ربطوا الفلسفة بالحياة، ربطوا الفلسفة بالحياة اليومية، قدروا أن هم يغيروا من طريقتنا في التفكير، من طريقة تفكير تقليدية إلى طريقة تفكير قادرة على تغيير بعض الأشياء في الحياة. فهنا الكتابات العربية قدرت أن هي تقدم فكرة الاستشارة الفلسفية وإن لم يكن هناك المصطلح. في كتاب لسلامة موسى بعنوان كيف نربي أنفسنا، الكتاب ده مهم جدا. سلامة موسى في هذا الكتاب من بعيد كده عايز اقول طبعا بيحاول ان هو يجيب المصطلح ولكن لم يذكر مصطلح الاستشارة الفلسفية. يظل هذا المصطلح هو مصطلح غربي بامتياز، رغم ان في ارهاصات عربية قدرت ان هي تقدم ده. حتى الكتابات الغربية المترجمة زي هنتر ميد الفلسفة مشكلاتها وانواعها، زي بوريس هنسلير اسفلت كولب المدخل للفلسفة الى اخره، كريك جارد، ألبير كامو، كل هذه الكتابات قدرت ان هي تتكلم عن فايدة الفلسفة للإنسان أو أهمية الفلسفة في الواقع البشري والإنساني. ولكن كلمة الاستشارة الفلسفية هي كلمة جيرد أشنباخ كمصطلح. هذا المصطلح الأستاذ جوني في البداية حاول ان هو يرجع معانا لأن هل مصطلح الاستشارة الفلسفية هو مصطلح يعني بأكمله جديد بامتياز، أو ان هو مصطلح بالفعل معاصر؟ لا، مصطلح الاستشارة الفلسفية كان له دور كبير جدا في الحضارات وفي الفلسفات القديمة. لما نيجي نتكلم عن سقراط في محاوراته كان بيستخدم اسلوب الجدل او اسلوب النقاش من اجل ان هو يحيي سنة الفضيلة و
ويحيي سنة قيمة الشجاعة. سقراط في كتاباته كان بيقدر قدر ان هو في تاريخ الفلسفة يقدم لنا ده من خلال محاوراته. لو جينا لمحاورة فايدروس على سبيل المثال، سنجد سقراط بيتكلم فيها عن مفهوم الخطابة وبينتقد مفهوم الخطابة اللي أصلا موجود النهاردة. الخطيب اللي بيطلع يقول كلام، هذا الكلام ليس دوره وعي الناس بالقضايا الإنسانية، ولكن دوره تزييف وعي الناس. فده الكلام ده لو حد رجع لقراءة فايدروس أو عن الخطابة الأفلاطون سيجد أن في هذه المحاورة حاول أفلاطون على لسان أستاذ سقراط أن يقدم لنا هذه المحاولة الإنسانية أو هذه المحاورة الإنسانية لكي يجعل الإنسان أو البشر يفهمون ما الفرق بين الحقيقي والزائف. هنا سقراط الفيلسوف بالفعل الذي جرأ على السؤال مثلما قالت كوراميسن، فيلسوف استطاع أن هو يكسر حاجز الفكر التقليدي، قدر يكسر حاجز الخوف، حادث اللي هو فكرة حاجز الرهبة عند الإنسان. استطاع هذا الفيلسوف اليوناني أن يكسر هذا الحاجز. في اعتقادي هذه الجرأة التي تملكها سقراط نحن في أشد الحاجة إليها اليوم، جرأة السؤال، جرأة أن أنت تدعي أن أنت راجل جاهل من أجل أن أنت تعرف الإجابة إيه هي، الدافع الثقافي اللي كان موجود بداخله، دافع نشر القيم مثل الشجاعة، دافع كل هذه الأفكار السقراطية والشعار السقراطي اعرف نفسك بنفسك. اعرف نفسك بنفسك، كم شخص الآن في احتياج لهذا الشعار؟ اعرف نفسك بنفسك. أعتقد أن احنا في غياب ما بيننا وما بين نفسنا، أن واحد هو مش عارف نفسه عايز إيه. طب أنت هتعرف العالم إزاي؟ سقراط في تاريخ الفن أعطى للفنانين فكرة المنظور الذاتي، كيفية القراءة للعمل الفني. ما أنت لو عندما تعرف نفسك بنفسك ستعرف على أي أرض سوف تتكئ، على أي مكان سوف تقف. هذا الشعار السقراطي في الحقيقة هو شعار هز الحضارات، يعني قدر أن هو يغير في سياق الفلسفة اليونانية كلها. على ما أعتقد أن الجو العام لليونان كان في هذه الفترة كان جو به من الدكتاتورية وبه من الاضطهاد، وسقراط نفسه تعرض لمحاكمات لا حصر لها ولا عد، واستطاع من خلال ذلك أن يقول أنا لا أخاف، أنا مصر على أن الناس تعرف ذاتها. أنا أعتقد أن احنا في غياب كامل لهذا الشعار الآن. عندما نربط ما بين الشعار السقراطي والحياة التي نعيشها الآن، العديد منا يعيش ولكن لا يسأل نفسه كيف ذاتي أو كيف نفسي. السؤال ده مهم جدا، مهم جدا لأي شاب النهاردة عايز يقف على مكان معين يبتكر فكرة، يقرأ حاجة، يعرف أنه إذا كان بيحب الشعر ولا الرواية ولا لا. أعتقد أن معظمنا بيعتمد على فكرة أنا لا أعرف أو أسيب الحياة تسير كما هي. سقراط لم يترك الأمور تسير كما هي، سقراط الفيلسوف اليوناني. يعني جيرد أشنباخ كان من أهم الفلاسفة اللي تأثر بيهم بشكل كبير جدا كان سقراط. يعني بنى فكرته عن الاستشارة الفلسفية في ضوء اهتمامه بالفكر السقراطي. لماذا الفكر السقراطي؟ لأن جيرد أشنباخ أول شيء بيعمله عندما يأتي الضيف إلى العيادة الفلسفية يقول له تحدث عن نفسك. أول سؤال في الاستشارة الفلسفية تحدث عن نفسك، وده أول سؤال بالمناسبة بيتعرض ليه الشباب المصري عندما يتقدم للعمل بوزارة الخارجية المصرية. بيجي واحد من المستشارين اللي قاعدين يقول له بالإيطالية بارلي دي تي، اتكلم عن نفسك. فاللي قدامنا مش عارف يتكلم عن نفسه، متخيلين؟ هو عارف نفسه ان هو اسمه كذا، بس ده مش كافي لتعريف نفسك. الاستشارة الفلسفية اول شيء بتعمله قدم نفسك، اتكلم عن ذاتك. ان لم تستطع ان تتحدث الى ذاتك فانت تحتاج من الاستشارة الفلسفية ان تدعمك فان تتحدث عن ذاتك بقوة وبإنسانية وبمحاولة كافية لان تقول انا ذاتي هكذا. من هنا كان الشعار السقراطي ده شعار مهم جدا. طب الشعار السقراطي خلى جيرد أشنباخ يقف عند تعريف الاستشارة الفلسفية. ايه هي الاستشارة الفلسفية؟ هي محاولة لربط الفلسفة بالحياة. يبقى الاستشارة الفلسفية
تعريفها المبسط مثلما ذكرها جيردا أشنباخ في الفصل الأول من كتاب الإشارة الفلسفية هي محاولة فلسفية لربط الفلسفة بالحياة. لماذا؟ لأن الفلسفة غابت وقت طويل جدا تبحث في المجردات أو تبحث في الفكر المجرد. هذا ليس عيب ولا نقد يوجه إلى الفلسفة بقدر ما أن الفكر المجرد هو أداة ومنهج مهم جدا لكي ينتقل إلى الإنسان من الفكر المجرد إلى الفكر المادي. أعتقد أن الشاعر عندما يكتب القصيدة تعيش الأفكار في داخله في خياله مجردة تماما، وبعد ذلك يمسك القلم ويكتب هذه القصيدة تحولت. الفلسفة هكذا، الفلسفة لا يمكن لفيلسوف أن يقدم كتاب مثل الإشارة الفلسفية إلا بعد أن يتعايش خبرات كثيرة جدا من الحياة ومن الإنسانية ومن الأمل ومن التشاؤم ومن التفاؤل. هذه الخبرات جميعها تسعى بالإنسان إلى أن يكتب هذه الخبرة الإنسانية. يبقى إذا كانت الإشارة الفلسفية هي محاولة لربط الفلسفة بالحياة، هي محاولة لربط الفلسفة بالواقع، هي محاولة لكي تجعل الإنسان يقول ما لم يستطع قوله لا مع الطبيب البشري ولا مع الطبيب النفسي أو مع عالم النفس. الإشارة الفلسفية هنا تقف في مأزق. ما هو هذا المأزق؟ ألا وهو كيف لي سأقدم ما يسمى، أنا ضد طبعا كلمة العلاج لأن العلاج بالفلسفة كده يدخلنا في العلاج السحر والشعوذة وهذه الأفكار، وأنا الأفكار دي أعتقد أنها ضد الإشارة الفلسفية ولا تسعى إليها الفلسفة، الإشارة الفلسفية من قريب ولا من بعيد. إذا كانت الإشارة الفلسفية هدفها ربط الفلسفة بالحياة، يبقى الإشارة الفلسفية لابد أن تقدم لنا علاج لمشاكلنا الشخصية والإنسانية، وإلا لم تعد لها أي فائدة. هقدر إن أنا أقدم معمل الاستشارة الفلسفية في ضوء المقارنة ما بين الطبيب البشري عالم النفس الفيلسوف كمستشار كونسولنت والضيف اللي هو أوس بتاعي. يبقى هنا الاستشارة الفلسفية فيها شقين، شق المستشار والشق الثاني الضيف. طبيب البشري عندما يحدث لي ألم في المعدة أو ألم في العمود الفقري أحتاج أن أصل هذا الإنسان كي يعطي لي علاج. هذا العلاج هو علاج إما دائم أو مؤقت، وهذا العلاج قابل لأن يتغير مرة ومرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة، ولكن يظل هذا العلاج ليس هو العلاج اللي من خلاله هيقدر المريض يقول أنا لا اكتفيت بهذا الدواء أو بهذا النوع من الأدوية. عندما ذهب هذا المريض إلى الطبيب هو راح بدافع أنه مريض، هو يحتاج إلى علاج، صح؟ في علم النفس يذهب طبعاً، وإحنا عندنا مشكلة هنا في علم النفس إن إحنا بنخاف نروح للدكاترة النفسيين لأن هيعرف عننا حاجات إحنا مش محتاجينه يعرفها خاصة بينا بالناحية الجسدية أو بالناحية العضوية إلى آخره، وفي مشكلة وحاجز ما بيننا وما بين الطبيب النفسي، واللي بيروح للطبيب النفسي بيبقى يعني عنده عاهة أو عنده إعاقة، وبالتالي إحنا ما بيننا وما بين علم النفس أصلاً مشاكل كبيرة. فهنا الإشارة الفلسفية حاولت إنها ترفع الحرج عن علم النفس، ولدرجة دلوقتي إن هم في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا لما بيحب يحل مشكلة نفسية لم يذهب إلى الطبيب النفسي، هو يذهب مباشرة إلى المستشار الفلسفي، وبالتالي المستشار الفلسفي أصبح له عيادة الناس بتكتب أسماءها بتدخل بالدور ياخد كل واحد مكانه أو الوقت اللي محتاج فيه يتكلم عن هذه القضية. يبقى علم النفس هنا أنت رايح بفكرة مسبقة عندك، وهم ده اتقال عند جيردا أشنباخ، قال لك أنا بروح للطبيب البشري عندي فكرة مسبقة إن أنا مريض، وبروح لعالم النفس بفكرة مسبقة محمل بفكرة مسبقة أنني إيه؟ أيضاً مريض. والمجتمع في الحالتين بيلومني، حتى ضرب مثال بسيط يعني أقول بسيط ولا معقد، إن الراجل أوقات بيخبي عن مراته في البيت إنه رايح لدكتور ذكورة لأن هو من الممكن إن يكون ده حاجة تضايقها أو حاجة تضايقه، وبالتالي أنا شايف إن رايح مرواحي لدكتور الكبد في مشكلة إن أنا مش محتاج الناس تقول عليا إن أنا مريض. انا بروح فبدا يفصل الموضوع ان كلنا بنخبي طول الوقت لو احنا رايحين لدكتور بشري او رايحين لدكتور نفسي.
المستشار الفلسفي هو اللي يتعامل معاك على انك مريض ولا على انك محتاج ادويه ولا على انك محتاج لاي شيء، انت محتاج فقط لحاجه واحده، الحوار، ديالوج. محتاج اتكلم معاك، محتاج اناقشك في قضيه انا بتارقني، محتاج اتكلم معاك بدون حسابات، محتاج ان انا اعرض عليك قضيتي بدون ما اكون خايف ان حد يكون مراقبني. الاستشاره الفلسفيه هي حاله من الحوار الحر بين المستشار وبين الضيف، يتحدث كيفما يريد وكيفما يشاء. الاستشاره الفلسفيه بتعالج القضايا ليست بالطريقه التي يعالجها الطبيب النفسي او الطبيب. يعني لو جيت مثلا لحضرتك مستشار فلسفي واقول لك انا عندي مشكله ان انا كنت بحب مراتي ودلوقتي ما بقتش بحبها، او العكس، واحده راحت للمستشار الفلسفي وقالت له انا ما بقتش مرتاحه في علاقتي بزوجي لان ما بقاش يحبني بنفس الطريقه اللي انا بحبها. دور المستشار الفلسفي هنا مش هيناقش معاها يعني ايه حب، هيناقش معاها ايه هي انواع الحب عندك، ما هي انواع الحب. فهتقول له الحب بالنسبه لي، الكلام ده مذكور طبعا بالنص في الاشاره الفلسفيه، الحب بالنسبه لي ان هو يقعد معايا وقت طويل جدا، الحب بالنسبه ليا انه ياخد اجازه من شغله ويخليه قاعد معايا في البيت، الحب بالنسبه ليا انه يكلمني بالتليفون طول الوقت. قال لها، بدا يقول لها، طب احنا عايزين نعرف ان في انواع اخرى غير الحب. ايه هي الانواع الاخرى غير الحب؟ ان ممكن هو يكون بيحب الحيوانات بجانب حبه للبشر، عشان الحيوانات بتاخد وقت من الحياه او وقته المخصص ليه هو. ممكن ياخد وقت للرياضه. فانت حاولي ان انت تشاركي في بعض الافكار اللي هو بيحبها، اللي هو بيحب الرياضه وبيحب يلعب الماراثون، فانت ممكن تفكري بشكل مختلف ان انا اطلع مارس معاه هذا النوع من الايه؟ الرياضه، اللي هي رياضه الجري على سبيل المثال. انا لا احب الطعام. بدا بقى يقول لها الطعام، الحب ممكن يكون في الطعام، بمعنى ان انا ممكن اكون معي انسان يعيش معايا في نفس الاطار لديه القدره على عمل الطعام. افتحي معاه نقاش حوالين هذا الموضوع. الحب هنا ليس ان انا اقول لك اي لاف يو، الحب هنا ان انا اشاركك مشاركه لكل الحاجات اللي انت بتحبها، حتى لو انا ليس لدي القدره على ان انا اقدمها لك بنفس الطريقه وبنفس القوه. هو عمل ايه بقى هنا؟ بدا يشتغل على الناحيه العقليه. الناحيه دي لا الطبيب البشري هيقدر ان هو يوفر هذا الوقت. انا غالبا بروح مستشفيات هنا الطبيب بيبقى عايز يديني بالقلم ويقول لي امشي اخرج، بيديني من وقته بالظبط دقيقتين، والروشته بتتكتب بشكل فظ جدا، المعامله صعبه. يعني نحن نعاني بالفعل في مجتمعنا من بعض المعاملات المرتبطه بالناحيه الطبيه، فما بالك بالناحيه النفسيه؟ بتجد ان في بعض الاحراج او بعض القلق من هذا. طبعا انا لا اقر واقول ان الاستغناء عن الطب او الاستغناء عن علم النفس، ولكن انا اقول ان الاستشاره الفلسفيه لها قيمه حواريه، قيمه حواريه، بان الحياه ليس لها معنى احادي، الحب ليس له معنى واحد، الا وهو ان نقضي سويا وقت اطول، او ان احنا نسير في الشارع متماسكين الايدي والاكتف على سبيل المثال. لا، هذا الموضوع من وجهه نظر جيردا اشنبخ يحتاج الى مراجعه ويحتاج الى نقاشات كثيره جدا، لان الحب له معاني متعدده، معاني متنوعه، معاني لا يمكن حصرها في معنى واحد. الكلام ده طبعا بسهوله جدا اقدر اقوله ذكره امبرتو ايكو في كتاب العمل المفتوح، عندما قال لتلاميذه كانوا قاعدين قدامه 185 وفقا لما هو قاله، وقال لهم ايه معنى الحب؟ كل واحد فيهم ولا واحد اتفق مع التاني. ايه ده؟ يعني المعنى عندك غير عندي غير عندك، على لسه واحد متخانق الصبح مع صديقته او حبيبته، فالمعنى الحب عنده هيبقى صعب قوي. بوستات الفيسبوك اتاكد لنا ان الحب شغال كده، طالع نازل،
يعني هوب الحب احلى حاجه في الدنيا ونرسم القلوب، وبعدين بعدها بشويه اترسم لكراهيه، لسه عاملين تليفون لطيف فالحب معناه اختلف. الحب رايح جاي طول الوقت، عايز اقول بالمعنى البسيط الشعبي ده. هنا الاستشاره الفلسفيه هي بالفعل اوبن وورك. اوبن وورك بمعنى ايه؟ ان كل روايه بكتبها بتطلع لي روايه جديده، كل كتاب بكتبه بيطلع لي فكره جديده، كل وجبه بعملها بتطلع لي وجبه مختلفه، كل وسيله للتعبير عن الحب بقولها مختلفه. من هنا اذا كان العلم بما في الطب والفيزياء والكيمياء يستطيعون الوصول الى نموذج ارشادي يصلح لزمن ما ووقت ما ومكان ما، هذا النموذج الارشادي ليس بنتيجه وليس نهائي على الاطلاق. ما يصل اليه العلماء هو عباره عن نماذج ارشاديه تتغير طول الوقت، ولا يمكن حسم ان احد يجي يقول لي دلوقتي لا ده في نظريه علميه عاشت مليون سنه. هي عاشت، ولكن انا بشبه الموضوع ده بماركات الموبايلات اللي بنشوفها في الشوارع. انا بشتري موبايل وبعد سنه السوق بيضحك عليا ويقول لي ده في واحد نزل جديد، وبالتالي انت عايش في نماذج ارشاديه مرتبطه بجهاز الموبايل. انت عندك قناعه كافيه بين الموبايل اللي معاك بيأدي مهمته او بيأدي مهمته، في واحد تاني ما عندوش نفس القناعه، وبالتالي لغه العلم هي لغه تسير بهذه الطريقه المفتوحه، لغه علم النفس تسير بهذه الطريقه المفتوحه، لغه الاستشاره الفلسفيه تسير بهذه الطريقه المفتوحه. نحن لسنا في احتياج الى ان احنا نثبت ان العلم اقوى من الفلسفه، ولا الفلسفه اقوى من العلم، ولا علم النفس اقوى من كذا، لا، احنا في احتياج لاي تجربه انسانيه بشريه تكون مفيده بالفعل للانسانيه. الاستشاره الفلسفيه هنا بتشتغل على الجانب العقلي، ان في مشكله عقليه، في مشكله ذهنيه موجوده داخل عقل الانسان. لما تيجي، ده مثال اخر لفتاه المانيه راحت لجيرد اشنباخ العياده وقالت له انا متعلقه بشخص جدا وهو خلاص فصل علاقته بيا تماما، بس انا مش قادره انساه خالص. دي حاله ازاي العلم هيتصرف؟ في حد ممكن يرد عليا مثلا في النقاش كيف سيجاوب العلم على هذه الفكره او على هذه القضيه؟ كيف يعالج العلم مشكله التعلق في الحب بين بشر انسان واخر؟ هل العلم عنده اجابه على ذلك؟ اعتقد ان الاستشاره الفلسفيه عندها اجابه على هذه الفكره، الا وهي فكره فتح حوار. الشخص اللي لديه تعلق في الحب هو شخص بمجرد الاخلاء بذاته هذا الموضوع يجلب عليه الذكريات والالام والافراح والشجن والحزن الى اخره. يبقى هذا الانسان يحتاج الى ان يقابل هذا المستشار لاكثر من مره. فتح هذا الحوار بيبدا يخلي هذا الانسان يستطيع ان يقاوم لفتره من الزمن، الى فتره اخرى، الى فتره ثالثه، الى فتره رابعه، الى ان عبر الزمن من الممكن ان يحدث النسيان عبر هذه العلاقه بين الضيف وبين المستشار. اعتقد ان حضرتك لو صديق لك عنده مشكله، لو هو لوحده ممكن المشكله ترجع، لو انت معاه المشكله هتقل. الاستشاره الفلسفيه بتلعب على الجزئيه دي، ان انا استطيع ان انا ادخل جوه عقل الانسان الموجود امامي، ومن خلال ان انا احاوره نقف عند نقطه ونقول خلينا واقفين هنا، نبدا المره اللي وراها نقدر ان احنا نتكلم في فكره ثانيه، نتكلم في فكره ثالثه، لا ننسى هذا الموضوع الى ان ياتي لك هذا الشخص. وبالفعل جيرد اشنباخ بياكد ان حالات كثيره جدا من الحب والشجن والحزن، ليس فقط حالات الحب، حالات بنت باباها توفى وبمجرد ما توفى هي عايشه جواه. هل العلم عنده اجابه على هذه القصه؟ العلم عنده اجابه، ممكن يحلل لي ايه الموضوع اللي بيحصل، ولكن قادر على ان هو يقف بجانب هذا الشخص من اجل ان يتجاوز هذه المحنه؟ محتاج اجابه. لو يعني احد المؤولون او الموجودين يقدر يجاوبني، هل العلم قادر ان هو يساعد الانسان في ان ينسى حاله وفاه الاب مثلا؟ انا تعرضت في الكتاب ده، شفت بنت ايضا عندها الحاله دي، ان هي باباها توفى وهي عايشه بيه، هو هي عايشه جواه، هو عايشه جوه الشخصيه دي. من هنا اتذكر عباره الفيلسوف الالماني نيتشه عندما نادى بما يسمى بالطبيب الفيلسوف. بالطبيب الفيلسوف. سقراط ايضا نادى بهذه الفكره عندما كان يعطي السؤال
وينتظر الإجابة وندخل في حالة من الجدل ما بيننا وبين من حولنا. أعتقد إن هذه الفكرة السقراطية بقى شكل كبير جدا من ممارسة الاستشارة الفلسفية. نيتشه نفسه هذا الفيلسوف يعني له عبارة مهمة جدا بتقول كن ما أنت دون ضعف وحتى النهاية. هذه العبارة النيتشوية هي عبارة دعوة لأن الفلسفة قادرة على أن تجعل الإنسان قادر على أن يصمت أمام المشاكل المحورية في الحياة. كن ما أنت دون ضعف وحتى النهاية. أعتقد أن ممكن أعدل شيء بسيط، كن ما أنت دون ضعف وإلى لا نهاية. إلى لا نهاية لماذا؟ لأن الإنسان قادر بقدراته بقوة الإرادة، بقوة العقل، بقوة القلب، بقوة الجسد بأن يواجه العالم. ولكن هذا الموضوع وفقا لما قال جيرد أشنباخ في كتاب الاستشارة الفلسفية أننا لسنا العلم محتاج يخلينا زي بعض في كل حاجة، ولكن تفاصيلنا البسيطة، أخلاقنا، أفكارنا الداخلية لا يمكن أن تتساوى. وبالتالي ده رد من جيرد أشنباخ على لغة العلماء أو لغة الأطباء أو لغة علماء النفس، أنه من المستحيل أن نكون من الممكن أن نستفيد من جهاز على سبيل المثال تخسيس، ولكن هل كلنا نستفيد من نفس التجربة؟ أعتقد أن البعض قد يستفيد والبعض الآخر لا يستفيد. نيتشه عندما طالب بفكرة الطبيب الفيلسوف هو كان بيراهن على أن الفلسفة قادرة على أن تعطينا الكثير والكثير في الحياة من خلال أنها تسلط الضوء بالفعل على مناقشة الأفكار العقلية المرتبطة بحياة الإنسان، بمشكلاته، بالأرق الموجود عنده. طب من هنا هل الفلسفة تستطيع أن تجعلنا نقول إيه زي ما قالها جيرد أشنباخ نذيب مشاكلنا ونضع أنفسنا إلى مواجهة العالم مرة أخرى؟ أعتقد الفلسفة قادرة على أن ترتبط بالحياة بشكل مباشر عبر لغة بنفتقدها بشكل كبير جدا. وجيرد أشنباخ نفسه بيأكد على كلمة الحوار. لا يمكن حل أي مشكلة بدون الحوار، على مستوى السياسة، على مستوى الاجتماع، على مستوى مشاكلنا الفردية. بدون الحوار لا يمكن أن نصل إلى حل. لماذا؟ لأن إذا غاب الحوار غابت الحلول. هو بيقول إن كلمة الحوار نفسها أصبحت كلمة روتينية لدرجة إن الناس بدأت تمل كلمة الحوار. فهو عايز يقول أنا استبدلت كلمة الحوار عنده بما يسمى بكلمة العيادة الفلسفية. كلمة العيادة الفلسفية عنده هي كلمة باختصار بتجسد العلاقة بين إنسان بالفعل حصل أزمة عنده ولم يعد لديه أي حلول، مثلما طالب أتى لك في الجامعة أو طالب أتى للأستاذ جون في شغله قال له أنا فاشل 100%، أنا فاشل 100%، وليس عندي أي حل آخر لكي أجد حياة أخرى. هو هنا الإنسان ده رفض الحياة، صح؟ طب دور المستشار الفلسفي هنا عند شخص رافض الحياة إيه هو؟ أن يجعله يستعيد معنى الحياة مرة أخرى. أنا شخصيا عندما قرأت كتاب جيرد أشنباخ، والمثال ده يعني لا أخجل أن أقوله، في طالب في سنة أولى فلسفة عندنا في الجامعة جي قال لي أنا بجيب مقبول وأنا كده فاشل وضايع، يعني أنا ما أعرفش أجيب تقديري إزاي وكذا. فقلت له طب لو قلت لك حاجات تسمعها، يعني لو أنا نصحتك بحاجة تسمعني ولا أنت رافض أصلا لأي حد، الموضوع عندك مقفول تماما؟ قال لي لا أنا أسمع إزاي، ده أنا على فكرة شوف بص بدأ يحصل إيه، من إنسان غير قادر على مواجهة الحياة لإنسان بدأ في ساعتها يحصل ثورة جواه عبر سؤال. لو أنا قلت لك حاجة تقدر تسمعها، ما هو أكيد طالما جيش تكالي يبقى أكيد عنده رغبة داخلية في الإيه؟ في الحل. وبيبان ده على فكرة، في إنسان بيبقى رافض وفي إنسان بيبقى عنده رغبة. بدأت إن أنا أقول له، وده طبعا باستخدام الاستراتيجية اللي بيستخدمها جيرد أشنباخ في لغة الحوار، إن ده ممكن تعمله بالطريقة الفلانية وهذا من الممكن أن تفعل بهذا الشكل وده من الممكن أن تكذب. وبدأ إن هو عام بعد عام بعد عام بعد عام لقيت الشخص ده بقى الأول في المكان بتاعه وبقى حد مهم جدا وبيسافر وبينطلق وبيعمل. طب أنا عملت استراتيجية بسيطة، استراتيجية ألا وهي
فتح حوار لان انا اعرف ايه هي المشاكل اللي عنده. بالمناسبه ممكن تلاقي مشكله هايفه جدا وبالنسبه لي انا اللي بعالجه انا اللي عندي المشاكل الاكثر منه. فانت هنا بتقع في حيره، انت عندك مشاكل كتيره ولكن قادر زي ما قال جيرد اشنبخ في الفصل رقم 5 بعنوان الفلسفه كمهنه. بيقول هنا من الممكن المستشار الفلسفي يكون عنده مشاكل كتيره جدا ولكن قادر على انه يصنع التوازن ما بين المشاكل دي. بيقول لك ان ممكن واحد يبقى عايش امه مريضه سرطان وباباه مسافر في الخارج وهو اللي بياكل نفسه وهو اللي بيغسل نفسه وهو اللي بيعمل كل حاجه وما عندوش ولا مشكله. واحد تاني عنده مشكله اللي هي ايه؟ مشكلتي ما بصحى بدري بكتئب. فاصبح الاستيقاظ مبكرا هو حاله من اللي بتسبب له ايه؟ اكتئاب، وبالتالي هي دي مشكلته. او واحد تاني مشكلته انه بيرجع من العمل متاخر. فتلاقي المستشار بيقول له ده لو عندي المشكله دي انا هبقى سعيد جدا في حياتي. ليه؟ تعالى نشوف هتبقى سعيد ازاي. انت فاهمني؟ يعني بيبدا هنا يدخل له من زوايا اعتقد ان العلم قد لا يشغل باله باخلاقيات هذا الشخص او الرجوع للخلفيه القيميه المرتبطه بطبيعه هذا الشخص او بدرجات الوعي الموجوده لدى هذا الشخص. مشكله الفلسفه في حياتنا هي ليه؟ وده طبعا بجاوب على سؤال من ضمن الاسئله اللي حضرتك طرحتها عليا. هي ليه الفلسفه مش واصله للشارع؟ لان احنا كمسؤولين عن الفلسفه محتاجين نعرف فلسفه. لان لما هنقدر نعرف الفلسفه هنقدر نوظفها بشكل كبير. يعني انا لما تعرضت لي قراءه كتاب جيرد اشنبخ وهو بالمناسبه معايا قصاصه ورق للمحاضره اللي هو القاها في ايطاليا دي انا احتفظت بيها الحقيقه لان هي لا كونسولنسا فيلوسوفيكا. دي كانت محاضره اللي لفتت نظري لما يسمى بالفلسفه التطبيقيه اللي هي قدرتي ان انا استخدمها وانا بدرس اللغه الايطاليه، قدرتي وانا بستخدمها وانا بدرس لغه انجليزيه، قدرتي على ان انا اجذب ناس محتاجه بالفعل اهتمام، قدرتي على ان انا اقدر انقل ناس من مستوى ثقافي ما الى مستوى ثقافي اخر، قدرتي ان انا اقدر اعمل تجمعات ثقافيه نقدر من خلالها نتناقش ونطور عقولنا للاكثر. اللي احنا بنعمله دلوقتي صالون علمانيين في حد ذاته دلوقتي احنا بنعمل استشاره مع بعض لان كلنا جايين نسمع. عايز اقول الاستشاره موجوده مجانيه. مجانيه على فكره، بس مش حضرتك يا استاذ احمد ده. يعني انا في الجامعه لما الاقي الاستاذ بتاعي اللي مشرف عليا في الماجستير والدكتوراه ده انا بروح له وبيقعد معايا وبيعزمني على قهوه وشاي وبيغديني وبنقعد نتكلم مع بعض. انا كان عندي استاذ بيعمل معايا كده، اقابله ونقعد مع بعض وبعدين نقعد ونتغدى ويديني الاستشاره واروح انا زي الباشا كده. في مصر على فكره عندنا استشارات كتيره مجانيه، ودي على فكره مش موجوده في الخارج عشان تبقوا عارفين. في مصر هنا عندنا ميزه ثقافيه رائعه، الثقافه ببلاش. يعني انا لو اديت محاضره في اللغه العربيه مثلا عن روايه احد روايات نجيب محفوظ، الروايه دي مدفوعه الثمن والناس بتتلهف ان هي تحضر. وده عايز اقول من خلال الامثله دي ايه؟ الاستشاره الفلسفيه بالفعل موجوده شئنا ام ابينا، وموجوده في حياتنا، موجوده في افراحنا لما بنعزم بعض على الغداء، ده موجود بشكل صفه الكرم الموجوده والكذا، صفه الرجوله الموجوده لما اقف بعربيتي على الدايري واقول لاصحابي انتوا فين والراجل اللي يجي الاول، صفه لما اروح الاقي زميل ليا في المستشفى ومراته مسافره بره او ابنه مش معاه فانا اروح اسند معاه واشوف ده ازاي، دي استشاره فلسفيه. فالاستشاره الفلسفيه من الناحيه الانسانيه هي موجوده. وبالتالي كيف ننكر شيء هو بالفعل موجود في حياتنا؟ اللي هو التآزر مع الاخرين، حب الاخر، وعندنا يعني عندنا استشاره فلسفيه رائعه جدا، يعني اقول ايه؟ قد لا تكون موجوده بين الرجل والمراه في الغرب، ودي موجوده في مصر مجانيه برضه. الولد في مصر بيحب جدا يقابل البنت. وده بالنسبه له شيء عظيم جدا، وبيبقى لطيف قوي ان يحط ايده على كتف البنت في الشارع. فده حاجه بتسعده قوي ويبقى بيعمل حاجه ما حدش بيعملها غيره. ايه السعاده الغامره اللي عنده ده؟ البنت دي بتعمل له استشاره وهو بيكلمها في حاجات مستحيل يكلم امه وابوه فيها. مستحيل. بتلاقي الشاب يعني بيطلع الطاقه النورانيه الرهيبه اللي جواه مع البنت دي لانها محبوبته. لان هو شايف ان دي اللي هيحكي لها. فالبنت دي والولد دول بيعملوا مع بعض ايه؟ استشاره فلسفيه بامتياز. لا يمكن ان انا انكر
ما لهذا الطبع، ما لهذه العلاقة الإنسانية من إطفاء حلول كل منهما على الآخر؟ يبقى الاستشارة الفلسفية موجودة في حياتنا، موجودة في تفاصيل حياتنا كلها، ولكن إحنا حابين، ودي طبعا فكرة اتصدرت بطرق مختلفة، إن الطب مهم. على فكرة الأزمة الاستشارة الفلسفية مش بس في الفلسفة، ده موجودة في كل العلوم الإنسانية. ودلوقتي كمان يعني انا على سبيل المثال الاستشاره الفلسفيه بتقول لك الطبيب اللي ايده مش نظيفه كيف سيقدم استشاره طبيه للمريض؟ كيف؟ سؤال. الطبيب اللي يمتلك يدين غير نظيفتان، غير نظيفه، كيف سيقدم رعايه طبيه لده؟ المستشار الفلسفي لابد ان هو يقابل ضيفه في اجمل حالاته. يعني ايه في اجمل حالاته؟ بالطريقه التي تجعل هذا الانسان سعيد، والضيف ذهب الى هذا المكان بكامل اختياره، بكامل اختياره. هل احد منكم يستطيع الرد على هذا السؤال؟ هل في شخص فينا يعني يذهب الى الطبيب باختيار شخصي بهذه المثاليه؟ ليس بمعنى ان الضيف الاستشاره الفلسفيه يذهب الى المستشار لانه ليس في احتياج لشيء، ولكن لديه احتياج انساني بيختلف. ممكن بالنسبه للاستاذ احمد سامر قدامي ممكن ليسنا في حاجه للذهاب مثلا، انما شخص اخر يبقى هنا المساله نسبيه. اينشتاين هنا بستحضره وبستحضر نظريه العمل المفتوح عند ايكو، ان بالفعل الاستشاره الفلسفيه موجوده وضرورتها اصبحت مهمه، جدواها اصبحت تطبيقيه، لاننا بنعاني وعلى فكره الموضوع اصبح عاجل في الثقافه المصريه عبر الصالونات اللي احنا بنعملها، عبر الثقافه اللي محتاجه تطور من تفكيرنا الى الاعلى، ليس بغرض اقامه فكره، ولكن هذه الفكره مجرد فكره نظريه ليست لها اي قيمه عمليه. الاستشاره الفلسفيه استطاعت انها تجذب الملايين الملايين المليارات من البشر على مستوى العالم. في ايطاليا تحديدا دلوقتي الموضوع في دبلومه في ايطاليا اسمها دبلومه الاستشاره الفلسفيه في جامعه روما لا سابينسا، بيطلع الشخص ده بيشتغل في مجال العياده الفلسفيه. طبعا الموضوع مثالي بالنسبه لنا، بس انا هقول لكم تطبيقه ازاي. تطبيقه ان احنا عرفنا ان كلنا في حياتنا بنطبق الاستشاره الفلسفيه. هل حد يقدر ينكر ده؟ هل حد يقدر ينكر ان هو بيطبق الاستشاره الفلسفيه بس مش عارف المصطلح؟ اكيد وقفت موقف ايجابي في حياتك، اكيد حاورت واحد صاحبك، اكيد الشاب المصري صديقته بالليل كلمته وقالت له انا عايز اتناقش معاك، فبيبقى الموضوع لطيف جدا عنده. اكيد الشاب العديد والملايين من الاستشارات الفلسفيه بنطبقها في حياتنا بالفعل. نحن الان نمارس الاستشاره الفلسفيه، انا والدكتور بهاي بنمارس استشاره فلسفيه، ان انا اقول له ايه رايك اعمل دي ازاي، لو عندك طفل صغير هتعمل ازاي. الفيسبوك هو استشاره فلسفيه، حد بيكتب البوست ما بينتظرش الحوار من الاخرين. مين هنا بيكتب البوست وبيقول لك مش منتظر حاجه من حد؟ مين؟ من فينا يكتب بوست على الفيسبوك ولا ينتظر؟ على فكره الانتظار مش معناه شيء سلبي، الانتظار معناه انني اريد حوار. يكتب الفيسبوك حاليا، ودي دراسه انا بعملها وشغال فيها حاليا، كيف يصبح الفيسبوك استشاره فلسفيه لحياتنا؟ الفيسبوك وسيله للحوار والاستشاره. في بوست بيتكتب بياخد مليون لايك، الفرق بين البوست ده والبوست تاني بياخد لايك واحد او مفيش لايك خالص. هل بقى لان احنا مستلطفين الشخص اللي واخد مليون ده؟ هل كتب حاجه مفيده لحياتنا؟ شقين، انا بقول شقين، شق مرتبط بالناحيه البراجماتيه ان احنا محتاجين نلمع هذا الشخص ونرفعه للاعلى لان احنا محتاجين نوظفه في المنطقه دي، وشق تاني على فكره ما بيبقاش له اي شكل من اشكال المصلحه، بيبقى موظف تماما لان احنا معجبين بفكر هذا الشخص، وشخص قادر على ان هو يعطينا بدائل واضافات في حياتنا. الاستشاره الفلسفيه تطبيقها موجود من الناحيه النظريه، هي محاوله لربط الفلسفه بالحياه، وبالفعل هي في حياتنا موجوده، موجوده في لغه الحب، موجودة في لغة العشق، موجودة في الطعام، في الطعام موجودة. لو أنا دلوقتي مع واحد شيك أو شخص جنتلمان وبقول له عايزين نتغدى، هنعمل استشارات مع بعض إيه؟
حاجه حلوه قوي. فاقول له تعرف ده افضل، ده كذا، ده كذا. في النهايه هنتفق انا وهو بقى عبر الحوار على ايه؟ على واحد يكون افضل. طب ليه اخترنا المكان ده في المانيال او في الهرم او في المهندسين او في القاهره الجديده ولم نختاره في وسط البلد؟ اكيد في حافز ودافع وميول عاطفيه وعقلانيه جعلتنا ان نختار هذا المكان. يبقى الاستشاره الفلسفيه ضروره لحياتنا، ضروري ان احنا نؤمن بقيمه الحوار، ان الحوار يتساوى مع استشاره طبيه اروح اعملها لانها مهمه جدا للكلى عندي او للكبد. استشاره قد تجعلني اخفف الم عضوي عندي. كم من اشخاص فينا الان اذا كانت حالته النفسيه مريحه كل شيء يصبح مريح في حياته. هل ممكن حد يقنعني بده او انا اقدر اقتنع بده؟ الناحيه النفسيه مهمه جدا للانسان لعلاج الناحيه العضويه. انا مش هقول الناحيه النفسيه، انا هقول الانسانيه، ان الانسان يشعر انه انسان. الانسان هنا جيردا اشنبخ ركز على حاجه اسمها الانسان، لم يركز على مصطلح النفس. بيركز على ان احنا الحضارات كلها اتبنت لما حبت كلمه انسان. عشان كده هو قلب، يعني انا عشان قراته باللغه الايطاليه عمل سؤال اسمه كي كوزا اي لوومو، يعني ايه باللغه الايطاليه الكلام ده؟ ايه هو الانسان؟ كانت على فكره بالمناسبه فلسفته تتلخص في كلمه انسان، هيردر فلسفته تتلخص في كلمه انسان، جاني فاتيمو الايطالي فلسفته كلها الانسان، ايميليو جاروني فلسفته كلها الانسان. نحن في احتياج لمراجعه انسانيتنا عبر الاستشاره الفلسفيه. محتاجين نغير حاجات كتيره، زي الاعلام المصري المفروض يشتغل على الجزئيه دي، يعني المفروض يركز على ده، ان انا اروح لطبيب ان انا اعمل تحاليل مش حاجه صعبه، مش حاجه وحشه، مش معناه ان انا عندي مشكله. ما اروح لطبيب نفسي الموضوع ما فيهوش نفس الحرج والربكه اللي انا بشعر بيها. انما دلوقتي عارفين في المانيا لو هتروح لطبيب او تروح مستشار نفسي او المستشار الفلسفي بيختار المستشار الفلسفي لانه ما بيعملش فضايح، لا يفعل الفضايح، لا يتحدث عن فضايح الاشخاص. لان هنا عندنا في مصر لو حد محتاج يجرح انسان بيقولوا عليه مريض نفسي، صح؟ صحيح. ولو محتاجين واحد ما يمسكش منصب، لو محتاجين حد ما يمسكش منصب بنطلع عليه تهمه انه ايه؟ مريض. هو سيادتك مش مريض نفسي، كلنا مرضى نفسيين، كل واحد فينا عنده مرض نفسي بطريقته بقى الخاصه. في واحد بيصحى من النوم متاخر، انا بعتبر ان الصحيان من النوم متاخر مرض نفسي مثلا، واحد تاني بيعتبره مرض صحي جدا. المرض النفسي ليس بالطريقه التي نتحدث عنها انه مرض كلي، المرض النفسي مرض جزئي وفقا لما ذكره جيردا اشنبخ. جيردا اشنبخ في النهايه بيراهن على قيمه الاستشاره الفلسفيه، بيراهن على ان هي بالفعل قادره على جذب الجمهور وجذب المجتمع وجذب الدوله لان تسعى في منحنى اسمه منحنى الثقافه، منحنى الوعي. منحنى الوعي اللي هو ايه؟ منحنى التدرج الانساني. انا لا اشعر انا عندي مشكله لما بدخل سوبر ماركت كارفور واقول له الراجل شكرا بيعمل لي كده. حد بيعاني من نفسه او اقول له حد اتفضل في مشكله. الاستشاره الفلسفيه عايزه تقدم لنا شكرا، عايزه تقدم جراتسي، عايزه تقدم القيمه مهمة جدا في حياتنا زي قيمة الحب، نقدر نفهمها على ان هي ما تعنيش حاجة واحدة، ودي مشكلة في حياتنا المصرية. انا بعتقد ان دي مشكلة كبيرة. الحب عندنا هو حب الوقت، حب الاستمرار، حب اقول ايه ببسيط العبارة، حب اللذة، ده معنى الحب. الحب مش معناه ده، الحب له معاني تانية او تفسيرات او تأويلات اخرى بشكل او باخر. طبعا تحدثت من قريب جدا، يعني اتكلمت عن تعريف الاستشاره واتكلمت عن هدف الاستشاره اللي ربط الفلسفه بالحياه، وبعدين اتكلمت عن فكره ان الفلسفه ان الاستشاره الفلسفيه لها علاقه مباشره بالحياه واحنا بنمارسها دون ان ندري. جيردا اشنبخ بس بيقول لنا عايزين نعمل ريفيجن تاني لايه هي ازاي بنمارسها، لان احنا مش واخدين بالنا ان احنا بنمارسها، مش واخدين بالنا ان احنا بنتلقى ثقافه ببلاش. مش النهارده عرفنا الموضوع ده؟ طب عايزين بقى نخلي الموضوع ده ما دام ان هو مجاني كده نقدر من خلال ان احنا نطور عقولنا من خلال هذه الثقافه المتاحه. الثقافه متاحه. هنا بقى حصل خلاف ما بين جيردا اشنبخ في قراءته لكانت. ايمانويل كانت ركز
على أربع أسئلة مهمة جدا. السؤال الأول عند كانت هو: ماذا أعرف؟ في أربع أسئلة عند كانت مهمين جدا، ركزوا كلهم على ماذا يجب أن أعرف، ماذا يمكنني أن أعمل من أجل الحصول على السعادة، ما هو الإنسان إلى آخره. ففلسفة كانت كانت فلسفة واجبية بتضع للإنسان فلسفة الواجب من أجل أنه يجب عليك أن تفعل هكذا. جيرد أشنباخ قال لك الأسئلة دي كانت صالحة أيام كانت في كتاب نقد العقل الخالص، كتاب نقد العقل المحض، في كتاب نقد العقل العملي. هذه الأسئلة الأربعة وضعها كانت في أن يقول لنا ماذا يجب أن أفعل، ماذا يجب أن أعرف، ماذا يجب إلى آخره، إلى أن وضع في كتاب المنطق سؤال ما هو الإيه الإنسان. جيرد أشنباخ لخص الحوار بشكل بسيط جدا، قال لك هذه الأسئلة الكانتية مفيدة، ولكن أنا النهاردة مش مطلوب أقول ماذا يجب أن أعرف، المفروض أسأل السؤال ماذا أعرف، ماذا إيه؟ كي كوزا سو، قالها كده. يبقى هنا إحنا النهاردة لابد أن ننتقل من الأسئلة الكانتية إلى الأسئلة جيرد أشنباخ، لأننا إحنا بالفعل ضميرنا عارف ماذا يجب أن نفعل. في إنسان فينا لا يعرف إن رمي القمامة في الشارع شيء غير واجب؟ أعتقد إن هذه الفكرة بسيطة جدا وكلنا عارفين. طب لماذا مع ذلك يصر الإنسان على رمي القمامة في الشارع؟ لماذا؟ طب إيه المشكلة اللي عند الشخص ده بقى؟ شخص عارف إن رمي القمامة في الشارع مضر بالعالم وبالآخرين. طب إيه بقى من الناحية النفسية؟ هل علم النفس له إجابة على هذه الفكرة؟ أو الطب البشري لو الفيزياء تقدر تحلل إيه الفكرة دي؟ إنما الإستشارة الفلسفية حللتها بشكل بسيط جدا، قال لك هذا الإنسان غير محب لنفسه، ونتيجة عدم إحساسه بنفسه بيتصرف كأن هذا الشيء أمر عادي جدا. جيرد أشنباخ حصر هذه السلبيات التي يمر بها الإنسان أو التي يفعلها الإنسان، هي أفعال بيقوم بيها لأنه أصلا غير محب لذاته، وبالتالي رؤيته لنفسه غير موجود. وبالتالي قيمة الاستشارة الفلسفية بتعمل لك حاجة اسمها رجوع لقيمتك وتفكير فيها، انه بيخليك تعمل ريفيجن تاني للتفكير في نفسك، لان انت بالفعل محتاج لده. لو جه شخص، انا بالنسبة لي لو جالي شخص قال لي انا عندي فشل في ان انا مش فاهم الكتاب ده، هقول له والله اقرا مرة تانية. هيجي يقول انا فهمت شوية، مرة ثالثة فهمت. عمل هو ايه؟ عمل حاجة اسمها مراجعة. كذلك الإنسان اللي بيقوم بأفعال من منطلق إن القبح له معنيين، معنى فني أنا شايف إن هو نسبي، ومعنى سلوكي اللي هو رمي القمامة في الشارع ده هو قبح سلوكي. قبح سلوكي ما لا يمكن إن إحنا في واحد فينا هيجي يقول لأ ده متاح إن يعني عادي إن يرمي إنسان زبالة في الشارع، نقدر نتفق حوالين دي ولا لأ؟ الإشارة الفلسفية بتقدم لنا ده، إن إحنا ممكن بنتفق حوالين ما يسمى بالقبح السلوكي. القبح السلوكي اللي هو رمي القمامة في الشارع، أذى الآخرين، التعدي على إنسان في الشارع إلى آخره. هذه كلها عادات سلبية يرى المستشار الفلسفي إن هي لابد إن إحنا نحلها. في عبارة لشوبنهاور عايز يعني أقولها وبعدين قال يعني أنهي المحاضرة. بيقول إن الغالبية، عايزكم تركزوا معايا في النص ده وتحللوه معايا أو تأولوه معايا، وده بيلخص يعني الإشارة الفلسفية في ضوء مقولة مهمة جدا للفيلسوف الألماني شوبنهاور. بيقول إن الغالبية العظمى من الناس إذا ما نظروا إلى الوراء فسوف يجدون أنهم عاشوا الحياة بأكملها في عزلة، مفهوم كده؟ وسوف يتعجبون من أنهم تركوا الحياة تمضي دون التمتع بها، وهم دائما على وجه التحديد في انتظار الذين عاشوا من أجلهم، وهذه هي في الواقع قاعدة مجرى الحياة الإنسانية. فالإنسان يسخر من الأمل وينتهي به الحال إلى أن يمشي مترنحا بين أحضان الموت.
دايما الانسان بيقول ايه؟ هعمل. انا بفسر كانت بان هو بيدعي الانسان انه يعمل. جيرد اشنباخ قال لك اعمل بسرعه، بسرعه ابدا. دي الفرق بين فلسفه كانت وفلسفه جيرد اشنباخ. جيرد اشنباخ كان اكثر عمليه، كان اكثر وصولا الى الانسان، كان اكثر قدره علميه وفلسفيه واجتماعيه وانثروبولوجيه على ان هو يقول للانسان تعالى. وبالفعل قدر يقتدب، يعني قدر يجمع ملايين من الشباب الالمان. فكرته انتشرت في ايطاليا بشكل واسع جدا، فكرته انتشرت في امريكا بشكل واسع جدا. انا بدعو من خلال هذا الصالون ان انا الفتره اللي جايه هكثف دراساتي عن الاستشاره الفلسفيه بشكل كبير جدا، وحاول اطبقها داخل مجال الجامعه، هحاول ان انا انشرها خاصه على مجال السوشيال ميديا في الفتره الاخيره، وهبدا انظر للحاجات الناس بتنظر لها على انها بوست كتبه ورماه كده. انا هبدا اخد البوست ده واعمله تحليل نفسي اجتماعي، واقدر من خلاله ان انا افهم حكايه شخص. انت لو حابب تفهم شخص اقرا بوستاته اللي على الانترنت كلها، هتقدر تحلله، وكلنا بنعمل كده. لو عايز تعرف واحده حلوه ولا وحشه، هتدخل تجيب الصور وتتفرج، ما عجبتكش مش هتسال فيها اصلا مثلا. ده نوع من الشباب بيعمل كده. نوع تاني عاطفي لطيف، بيتعامل مع الناس بانسانيه جميله. لو عايز اعرف سي الراجل ده بيشتغل ايه، كذا كذا كذا. لو عايز اخلي واحد يجي يدي محاضره، ممكن بسهوله جدا اجمع معلومات عنه واقدر اعمل ده. استشاره فلسفيه، هل الفيسبوك صالح لان يكون استشاره فلسفيه لينا؟ هل الانترنت النهارده استشاره فلسفيه؟ بنقدر نجيب الاتوبيس، بنقدر نجيب الحاجات اللي نوصل لها بطريقتنا. اصبح الان السوشيال ميديا هي دعوه لاستشاره فلسفيه جديده. التكنولوجيا الان هي انسانيه، التكنولوجيا الان ليست ماديه، التكنولوجيا الان لابد ان يتعامل معها لانها انسان في الحقيقه. شكرا جزيلا. صورت الوقت كده خطأ الموضوع، يعني فيه تعقيد كبير. ما تنساش ان دي دراسة علمية هيقراها فلاسفة كبار في ايطاليا، فلازم اكون معقد زيهم. لكن انا كده بتكلم حضرتك. لا، الكاتب لما بيكتب واللي قدامي حضرتك والناس كتيرة، اكيد لما بنكتب احنا دلوقتي بسطنا الموضوع، نقلته في لغة الحب والحوار. انما انا لما امسك القلم واكتب الموضوع بيختلف. لان هيقراها قاعدة عريضة جدا من الناس. بسيط لكن مش سطحي، يعني هو يحمل من العمق بقدر ما يبدو ان هو بسيط. حتى الناس بتضحك على بعض، ممكن تضحك على بعض الامثله طبعا اذا ظننت ان هي يعني طبعا سطحيه، لكن هي اعمق كثيرا. طبعا انا اسف، جيرد اشنباخ نفسه قال ان احنا في المحاضره النهارده احنا جايين سينما، لان الناس بتضحك. بيحكي قصه بنت بتتامل في رجل محبوبها وبتحب ريحه رجله، يعني دي مشكلتها، عايزه استشاره فلسفيه. هل بنلاقي ناس بتشم ريحه الناس اللي بيحبوهم مثلا؟ فهو دي استشاره فلسفيه عادي يحل فيها لمده 3 سنين. هل دي حاجه غريبه بالنسبه لكم؟ شوفوا احنا ضحكنا ازاي؟ قعدنا في هو بيعرض المحاضره كلنا متنا من الضحك، وبيقول حاجات امثله انا يعني اخجل ان اقولها في المحاضره، لان هم هناك يقدروا ان هم يتكلموا في المسائل دي. يعني ممكن اخجل اقولها بجد يعني، ولكن عايز اقول ضروري فكره ان انا عارضها لاول مره استشاره فلسفيه في مصر، ان انا كنت مفترض ابسط اكتر من كده، ولكن اخاف من التبسيط فالناس تقول الموضوع سطحي. ولكن الموضوع من العمق له، يعني عايز اقول لك في دلوقتي في ايطاليا 112 مكان بيدوا دبلومه اسمها الاستشاره الفلسفيه. انا بقترح في مصر هنا لو يطبقوا فكره الدبلومه الاستشاره الفلسفيه، هنقدر بسهوله جدا نخلي الفلسفه لها واقع تطبيقي. احنا عندنا محتاجين حاجتين، نشتغل على دماغنا ونشتغل على احنا ازاي نطبق. بس اتفضل، انا اسف جدا لو قطعتك. لو تسمح لي بقى، اول استشاره فلسفيه في المليون كلينيك في البدايه، يعني هي نقاط سريعه. حضرتك وانت بتعرف الاستشاره الفلسفيه هي ربط الفلسفه بالحياه، ده تعريف الفلسفه التطبيقيه. فيمكن ان نستشف ان الفلسفه الاستشاره الفلسفيه جزء من مساله الفلسفه التطبيقيه. السؤال الثاني، من وجهه نظرك الفيلسوف بيقف عند التوصيف ووضع ايده على المشكله، ولا كمان منوط بالحل والتغيير؟ وده ياخدنا بقى لمساله جدول الاستشاره الفلسفيه من عدم.
تمام. مسألة الطبيب والفيلسوف ما اعتقدش ان حد ممكن يحل مشاكل الانسان بمعزل عن دراسته للفسيولوجيا البشرية وحتى كمان الجزء السيكولوجي بوجهة نظري يعني. في معرض حديثك مسألة الحوار بتأكد عليها، انا اخشى ان تختزل الفلسفة في الحوار، يعني ان احنا مسألة كل من يحاور هو فيلسوف او ان لا يستطيع المحاورة الا الفيلسوف، هذه المفارقة. نقطة قبل الأخيرة، أشعر أن جيرد باخ أو جيرد أشنباخ يتماهى مع إبراهيم الفقي، عذرا إن كنت يعني وصل لي هذا الإحساس، لكن مسألة الاستشارة الفلسفية بتتماهى مع مسألة التنمية البشرية، وأنا شخص عاشق للفلسفة وأرى أن الفلسفة هي أداة في التعاطي مع كل شيء ولكن ليس كما وصفها فيلسوف الليلة. سؤال خبيث، شخص بائس راح الاستشارة الفلسفية وعنده 7 عيادات، دخل في العيادة الأولى عند نيتشه، دخل في العيادة الثانية عند بيرسون، دخل في العيادة الثالثة عند ويليام جيمس، دخل في العيادة الرابعة عند ماركس، دخل في العيادة الخامسة عند برتراند راسل، دخل في العيادة السادسة عند إيميل سيرون. تمام. هيطلع بنفس. تمام. شكرا. تمام. نجاوب سؤال أحسن عشان ما ننساش. هل ممكن؟ ده عايز 5 دقايق مني وأرد بشكل مقتضب كمان. هرد بشكل مقتضب، ولو ليك اي استفسار. هل الفيلسوف مطلوب يحل؟ الفيلسوف مش مطلوب يدي اجابات نهائيه، الفيلسوف مطلوب يسال، واحنا محتاجين نتعلم ان احنا ازاي نسال، مش مطلوب ازاي نحل، لان العلم وصلنا لحلول كتيره، والفلسفه طبيعتها طبيعه غير علميه بالمعنى العلمي البحت، هي وظيفتها تسال سؤال والسؤال ده نتحاور حواليه ونصل لإجابات مختلفة، وكل واحد فينا ياخد الإجابة اللي شايفها مناسبة لحياته، لأن الحياة لا تسير على سياق واحد، الحياة تسير على أكثر من سياق. يبقى هنا الفلسفة ليس دور الفلسفة أن تعطي إجابة. ما الحب؟ الحب أهو، الحب تشرب الشاي، لا، الحب نفتح موضوع، نفتح حوار، كل واحد فينا بيشوف الحب بطريقته الخاصة، أنواع الحب مختلفة إلى آخره. يبقى الفلسفة هنا مش دورها على الإطلاق. الجانب السيكولوجي مهم، هو مهم، ولكن الجانب الفلسفي ايضا مهم، لان هناك بعض الافكار الفلسفيه النفسيه اللي المريض بيقعد يتعالج بال50-60 سنة ويبقى المشكله بيموت بيها. من الممكن ان احنا اعتقد ان خلال الحوار ممكن ان انت يكون عندك حل ليا هذا الحل، لانك انت عندك ثقافه وعندك وعي وعندك افكار وسبق ليك تجارب في ان انت حليت بعض المشاكل المرتبطه بالناس. واعتقد ان في ثقافتنا المصريه اوقات بنرجع لشيخ القبيله عشان خاطر ان هو يعمل ده، او اوقات في مشكله عويصه في الدراسه عندي برجع لاستاذ له ثقل واستاذ في التخصص الى اخره. اعتقد ان هنا بنصل لبعض الحلول. الاختزال الفلسفه في الحوار خالص نهائيا. انا عايز اقول ان اداه من الادوات المهمه في الاستشاره الفلسفيه استخدام الحوار، فتح الحوار، فتح مجال للنقاش، فتح مجال ان انا ممكن من خلال ما انا بتكلم معاك تأتي كلمة تستطيع ان هي تعالج بعض الحاجات الموجودة عندك. ابراهيم الفقي ملوش علاقة خالص بجيرارد أشنباخ. ابراهيم الفقي واحد بيشتغل بالصوت زي عمرو خالد بالظبط، يعني هما يعني انا لا اعتقد لا في هذا ولا ذاك، بيشتغل بالصوت بالحركة بالشعر بالقصة بالكرافات كذا، هو بيقدم شو. ابراهيم الفقي بيقدم شو الله يرحمه طبعا يعني، ولكن جيرارد أشنباخ لم يقدم شو. جيرارد أشنباخ بالفعل بيدرس في كل جامعات العالم، فكرته جابت صدى كبير جدا في المشاكل الاسريه والشباب، وملايين من الشباب دلوقتي بيكتب على مواقع جيرارد أشنباخ ان هو حلت المشكله، لان هو كان بيكره الدراسه وبعدين بعد كده حب الدراسه نتيجه ان هو بالفعل. فالموضوع واضح قوي، الصالونات الرهيبه اللي بتتعمل على مستوى العالم متحدا ايطاليا، عايز اقول لك ان كل شهر موجود هناك بيدي الدبلومه دي، والموضوع واضح بشكل كبير. فلا اعتقد ان ده ابراهيم الفقي انا شايفه من ناحيه فلسفيه غير ما يعني ملوش علاقه بالفلسفه اصلا. لو بقى سؤال خبيث، انا هقول لك بقى رد على السؤال الخبيث ازاي. نيتشه هاخد منه حاجه حلوه وهاخد من كل بستان زهره، اشوف كل فيلسوف اللي ممكن يقدمه لي واستفيد منه. زي ما انا كدرس للفلسفه كده، انا درست الفلسفه الايطاليه، درست كروتشا ودرست جرامشي قبليهم طبعا، ودرست جاني فاتيمو، ودرست ودرست امبرتو ايكو بالتاكيد، ودرست ايميليو بيتي، ودرست جان ايميليو جروني وانطونيو بانفي الى اخره. عايز اقول ان كل واحد فيهم اداني، بانفي ده اداني حاجه جميله جدا، اداني الفن
وازاي تستخدمه اللي انت تزين بيتك. بام فيه اداني دي. ايكو اداني ان لا يمكن الملل امام النصوص. امام النصوص ايه؟ لما حد يعقدك ويكرهك في حاجة روح حبها. ده ايكو. لما حد يقولك عن حاجة سيئة خد الفكرة وعلق الحكم لحين ما تشوف. عايز اقول ان كل فيلسوف بيديك حاجة ملهاش علاقة بالتاني. كل فيلسوف له مذاق خاص. طب مذاق بشرط يدفعه للثورة والاخر يدفعه للانتحار والاخر يدفعه للجريمة. ولكن تمام. وحضرتك قارئ الفلسفة. لكن انا شخص بائس رايح. تمام. لا ما هو الاشارة الفلسفية عشان تبقى عارف هي بتجهزك الاول ان انت الاول تثقفك. الاول بتقف جنبك. بتسندك. بتقول لك تعالى اقرا تعالى. لان اوقات بيبقى واحد داخل الاشارة الفلسفية بالمناسبة لا يعلم شيء عن اي شيء في اي شيء. والاشارة الفلسفية في النهاية بتسألك ماذا ولماذا. ماذا ولماذا؟ لازم تجاوب مع المشار الفلسفي بعد حوارات طويلة ماذا ولماذا؟ أي واحد فينا لما يسأل سؤال لماذا ولماذا بيقدر. عايز أقولك إن تعدد الفلاسفة بآرائهم ده شيء جميل جدا وممتع، لأن التجارب الإنسانية متنوعة. إحنا نفسنا متنوعين جدا. ده أنا في يوم لو جيت أكل حاجة تاني يوم بقول لأ مش عايزها. اليوم اللي قبليه ده كان نيتشه، اليوم اللي بعديه ماركس. إيه المشكلة؟ بننوع. لان الحياه دلوقتي قايمه على وتيره التنوع. ايكو ده بكارثه لانه اتكلم عن العمل المفتوح فصل الموضوع. اخر كان في واحد اسمه ريتشارد روبتي امريكي كان عمل محاوره مع ايكو. ايكو في النهايه عايز اقول بلغه الكسب والخساره يعني في النهايه الشغل ايكو هو اللي انتشر في كل امريكا وانجلترا لان هو قال لك ان مفيش حاجه نهائيه. ريتشارد روبتي في النهايه اعترف ان لا يوجد شيء نهائي في الحياه. كل فيلسوف يقدر يديك حاجه مفيده. انت بقى كانسان بتقبل على الانتحار عبر فيلسوف من نيتشه ممكن يوديك للانتحار بالمناسبه، وممكن يوديك ان انت تبقى محب للحياه جدا. الاشاره الفلسفيه وظيفتها تعمل هذا التوازن ما بين ميولك لحب الحياه وميولك للانتحار. هي اللي بتقدر تخليك يحصل عندك البالانس ده ما بين هذا وذاك. اتمنى اكون جاوبت. لا يوجد اجابه نهائيه ولكن بنحاول ان احنا نقدم اجابه مسلمه. قال ايكو لان انا ايكو جدا يعني في ردودي لان من المصادر اللي بحبها جدا هذا العمل يعني. اعتقد ان حتى الردود اللي بنردها دلوقتي او حتى التعليقات اللي بنعلقها هي تعليقات مفتوحه للنقاش لا يمكن حسمها. اتفضل. الاستشاره الفلسفيه ايوه واللايف كوتش والدعم النفسي او الجروب ثيرابي هما الثلاثه بيعملوا نفس الحاجه. الاستشاره الفلسفيه وايه؟ والجروب ثيرابي او جماعات الدعم النفسي وحاجه ثالثه اللي هي مودرن شويه اللايف كوتش. انا بجي لك عشان تقول لي اعيش ازاي. ولو ان حضرتك قلت في الاستشاره الفلسفيه انها ما بتقدمش اجابات نهائيه بس هي في الحقيقه برضه هي جادجمنتال على افعالي وعلى قراراتي. انها هي اللي انا فاهمه ان انا ممكن اجي لحضرتك واتكلم مع حضرتك عشان توسع مجال رؤيتي للاحداث. ايوه. ان انا مختزل الحب في 1 2 3 لا في حاجات معينه. مختزل مفاهيم السعاده في حاجات معينه لا في حاجات ثانيه. بس احيانا برضه هو الحكم اللي حضرتك اكيد انا هتاثر باللي حضرتك بتقوله لي برضه يعني فبرضه يعني رؤيتي بعد كده للمفهوم ده هتتغير وهيكون فيها جزء من رؤيه حضرتك لده متاثر بالظبط. ففين برضه ده الاستشاره الفلسفيه اللي عندي المره دي. برضه انا عندي شويه مشكله مع اللايف كوتش والناس دي. عندي فوبيا من الحته دي بصراحه يعني حاسس انها اكتر بيزنس شويه وان هو قد ايه ممكن يكون مؤهل عشان اقدر اروح اتكلم معاه في انا دي حد سهل لي فهم ليه الفلسفه علم بعيد عن الشارع وعن الناس؟ عاده جمله المعارف البشريه او اي منتج ان لم يكن قريبا من الاحتياج البشري فيظل بعيدا. بمعنى تعالى شوف اكتر حاجه احنا محتاجينها زي هرم مثلا كده اكل واشرب فهتلاقي علاقتي باهل الاكل قويه جدا. الرجال الدين استغلوا دي قال لك استنى انت مش هتعرف تصلي الا لما ترجع لي مش هتعرف تتوضا الا بالالقاء مني مش هتعرف تخش حمامك انت فاوجدني معاه واوجد نفسه معايا فبقت العلاقه. تعالى للطب. الطب انا بس لما معايا حبقه اروح اقول ايه بيكمل معايا جزء معرفي ناقص عندي بس اول ما تكتمل او يشبع احتياجي اللي هي فكره الشفاء تنقضي المصلحه. نطلع بقى في راس الهرم اللي فكره الفلسفه. الفلسفه الحياه بتتعامل مع بعد اكتمال العقل. شوف دول كلهم عندهم عوز في شيء ما اللي جعان هناكله. واللي مريض هنديله معرفه او علم او دواء، واللي عايز يتعلم بنجيب له درس فين. لكن الفلسفه بتشتغل على مين؟ منتهى الاكتمال في الذهنيه والتحصيل
تؤدي الفهم فهم ولكنها لا تكمل. بائع الفلسفة اللي وحضرتك وانا حريص على استخدام اللفظ ده مش دوره انه يديني جملة معارف، لا انت صحح اللي بعت له خد بالك اللون الاسود اللي انت حاطه دايما ده رمز للاكتئاب، ده احد عناصر الجمال العاليه. خد بالك الحزن، ولسه حضرتك ضربت مثال وبتسال فيه سؤال خد الاجابه بقى على طول، ازاي نبطل نحزن على اللي ماتوا؟ عيشوا معانا تاني. فكره الشريط الاسود على الصوره دي انا ما بعملوش مع اخويا اللي مسافر. ابويا لما كان مسافر في الخليج كانت صورته عاديه، اول ما مات رحت لا ما تعملش كده، استحضره وعيش معاه، لان الغياب غياب فيزيائي في الحالتين. فخلي الفكره حاضره معاك اللي هي فكره مين اللي قدم لي المثال؟ اعتقد هي دي المشهوره. ايوه شكرا. اضافتين قدام حضرتك ويعني هي اضافه يعني لك ان تعلق عليها او لا. تمام. الفيلسوف الكندي لوما لينوف كان اتكلم اعتقد ده عنوان كتاب او عنوان مقاله ليه انا مش متاكد، قال افلاطون وليس البروزاك. البروزاك ده اعتقد علاج ظهر من فتره طويله وكان بياخده الفرد، فهو المفروض انه مضاد للاكتئاب، وكان لما بيتحط الفرد على جهاز لقياس حالته النفسيه فكان الجهاز بيقول ان هو مش مكتئب رغم ان هو في الحقيقه مكتئب وما زال الاكتئاب عنه، فكان الجهاز اصلا بيدي اشاره غير حقيقيه واشاره مزيفه نتيجه العلاج ده. فكان هو لوما لينوف بيتكلم وبيقول افلاطون في مقابل البروزاك ردا على ده انه عودوا الى افلاطون بعيدا عن فكره العلاج النفسي، وهو ضرب طبعا فكره العلاج النفسي، وانا يمكن انا شخصيا متفق مع ده جدا، بس يبقى الموضوع برضو انك لما بتتكلم على افلاطون ودي يمكن حاجه انا بطرحها على حضرتك، افلاطون هو بدايه فصل رجل الشارع عن الفلسفه، لان سقراط لما كان في الفتره اللي ما قبل افلاطون وكان بينزل يمشي في السوق ويحاور الناس وادى ذلك في النهايه الى انه تم الحكم عليه بالاعدام، فقرر افلاطون تفاديا لنفس الموقف ان هو يعزل رجل الشارع وانه الفلسفه تكون فقط لناس معينين، وحتى كتب اعتقد على انه لا يدخل هنا الا من كان يفهم الفلسفه. فهذه اللحظه من وجهه نظر حضرتك هي عندها او عند هذه النقطه من التاريخ توقفت فكره الاستشاره الفلسفيه واتى زمن معين اللي هو زمن قريب طبعا جدا اتضح لنا ان احنا محتاجين نعود لهذه اللحظه مره ثانيه، ونعود مره ثانيه للفلسفه ان احنا زي ما قال الدكتور بهي ازاي نرجعها لرجل الشارع، وهي ازمه كبيره جدا انه ازاي الفيلسوف يتعايش مع رجل الشارع. انا يمكن متفق جدا مع اللي قاله احمد سامر حوالين مساله انه شخص بائس رايح للاتيان باستشاره فلسفيه هو مش قارب للفلسفه، يعني انت لما هتقول له اجابات معينه قد لا تصل لمستوى تفكيره. برضه خلينا نتفق انه يمكن مش بس في المنطقه العربيه، ده ممكن نقول في العالم كله مش كل الناس بتقرا فلسفه ومش كل الناس عندها وعي فلسفي، فازاي نقدر وخصوصا بقى عندنا هنا في منطقه جغرافيا الناطقين بالعربيه تحديدا، بتصور انه قضيه الاستشاره الفلسفيه على ان انا اعضدها جدا واعضدها بشكل شخصي، لكن ازاي ان انت تنفذها في هذه المنطقة بالمستوى الثقافي اللي هي موجودة فيه اللي هو ضحل جدا جدا جدا. شكرا لحضرتك دكتور يوسف. بعد ما مساء الخير، طبعا سعيد بالمحاضرة الجميلة دكتور حسام. شكرا يا لكن واضح ان الامر حضرتك تقول لنا حاجات مثالية، بمعنى انت بتكلمني عن المجتمع الغربي فلسفة المجتمع الغربي وهذا تربية غربية، قصدي التكوين الفلسفي بالنسبة لك خدته من الغرب. أنا بتفق معك إن أنت عايز بعض الناس اللي هم متمكنين من التفكير الفلسفي عشان يكونوا قادرين لا استطاعوا. تمام. طب يا راجل احنا بقى في الواقع بتاعنا احنا العرب عندنا هذا الأمر، ده احنا واقع رديء جدا. أولا لا يؤمن بالحوار. ثانيا أنت قتلت ما هو فكري وما هو فلسفي مع أيام من أيام التاريخ الإرهابي اللي تعرفه وما قبل. ولما جه واحد زي أبو حامد الغزالي وقال لك تافه الفلسفة. ماذا فعلوا في واحد زي ابن رشد؟ إليك الطمر الكبرى، ألا تتفق معي؟ إن احنا كلنا وأنا واحد منهم. احنا الناس لا
دارسين الفلسفه، بنحاول نفهم الفلسفه. احنا مش فلاسفه. احنا انا شخصيا ما ادعيش ان انا راجل فيلسوف. انا راجل اجتهد في النصوص، احاول ان افهمها واقدمها. فاحنا ناس زي كده مدرسين. فالبيئه العربيه والذهنيه العربيه تم قتلها. ده انت تتفنن كل لحظه في ان تقتل التفكير الحر. انت تتفنن في قتل التفكير العقلي. واذا مات ما دين يا راجل بلاش فلسفه. مش هو ده اللي قاله محمود امين العزم استاذنا؟ فانا ارجو ان احنا يبقى يعني انت راجل مثالي جدا، جميل جدا كراجل بتفكر بطريقه ايطاليه بحته. لكن خلينا الواقع الرس اللي احنا بنعيش فيه خلينا وضعيه. بدعم الاراء اللي هي فعلا شبه يعني مش عايز اقول اعتراضيه على الطرح نفسه. هو لما بننقل الفلسفه الى الناحيه العمليه بصفه عامه، حتى مش في الواقع بتاعنا، احنا بنقتل الفلسفه في حد ذاتي. ان الفلسفه هي معرفه وتامل اولا واخيرا، ونقل الفلسفه الى الناحيه العمليه والحياتيه هي موت للفلسفه عندما اقدم حلولا او حتى لو طرح ونقاشات واسئله، فبذلك اكون قد قتلت او ضربت الفلسفه في مقتل. ليس المطلوب مننا كلنا ان نشغل انفسنا بالفلسفه، ولا حتى ان نجعل رجل الشارع ينشغل بالفلسفه، ولا ان نوصل الفلسفه للناس، ولا ان نقول للناس ان الفلسفه جميله. الذي يعرف الفلسفه جميله ده شيء جميل، الذي لا يعرف ان الفلسفه لا يهمني ان اقول له والله الفلسفه عكس بالضبط شيء جميل. رد عليك. ف كذا شكرا جزيلا. سخير اولا انا اشكرك، سعيد ان انا اكون معاكم في وسطكم، سعيد ان انا اكون في جمع من الفلاسفه او ما هم على ضرب الفلسفه. طبعا البساطه اللي قدم بها دكتور سامح مع حضرته حاجه هائله جدا، الواحد لابد انه يعني يقرزها ويمدحها، لدرجه ان انا حسيت في بعض الاحيان ان هناك يعني احنا كلنا ولدنا فلاسفة بالطبيعة، يعني بدرجة ما العقل الفلسفي او العقل البشري ان لم يوجد الفلاسفة الكبار فكلنا حاجة نتداول الفلسفة بشكل او اخر سواء على القهوة او غيره. لكن عايز اشير الى حاجة بسيطة اذا كان، هو ان الفلسفة في الاصل كانت هي زي ما بيقولوا كده ام العلوم، خاصة العلوم الانسانية الكبيرة. فلما تفرعت منها علوم كتير زي علم الاجتماع وعلم النفس او غيره، اخذوا بعض من مهامها الاساسيه الكبيره او القديمه اللي كانت بتعمل. فبدا للبعض ان الفلسفه نفسها يعني هي مساله فلسفيه عقليه عليا لم تعد معنيه بالاشياء البسيطه المهمه بمعالجه النفس البشريه او النفس في مجتمعها او بالشكل ده. هو للأسف حسيت إن جوردن عنده مشكلة مع العلوم دي، حاسس إن هو طول الوقت عايز ينتزع جزء من المكانة بتاعتها ويرضاها إلى الفلسفة التانية، كما لو إنه في عداء معاها. حاسس تاني إن هو بيلعب نفس الدور بتاع فعلا التنمية البشرية. ما ركزش على الامور الاساسيه العليا زي القيم، الاخلاق، الافكار الكبرى بتاعتنا حوالين التسامح او غيره، ولكن ركز على مسائل عمليه تخص كونك تكون انسان سليم في مجتمع طبيعي او كويس بشكل. مش عارف انا اخطات في تصور او ما وصلني ولا رائع جدا. اشكرك على تعليقك. اشكرك. عندي مشكلة نفسية، بس أنا مش هروح لدكتور نفساني، هروح استشارة نفسية. طيب هو أنا محتاجة إجابة، إزاي هوصل لإجابة أنا عايزاها؟ تمام. ولو أنا مش دارسة فلسفة بشكل قوي جدا، بس أنا عندي مشكلة وفعلا محتاجة ليها حل، وهو قاعد يديني تساؤلات كتير قوي وأنا ما عنديش القدرة إن أنا أبدأ أفكر فيها، طب هو أنا كده هرجع تاني لنقطة الصفر، ممكن الموضوع يزيد معايا. تمام، ممتاز. حد تاني عنده أسئلة أو تعليقات يا جماعة؟ الأستاذ محمد السيد كلمني عن الاستشارة الفلسفية وجماعات الدعم النفسي. هو
هو جيرد أشنباخ أنا دايما بفضل أرد بلغة الفيلسوف نفسه، يعني مش أرد بلغتي، يعني بفضل أعيش كأنه هو اللي بيرد عليك دلوقتي، وده بفضله أنا في لغة الفلسفة، إن دايما نرد نحط السياق في مكانه. يعني هو جيرد أشنباخ مشكلته مع جامعات الدعم النفسي إن هما دايما شايفين إن هما عندهم الحقيقة أكتر منك، واخد بالك؟ فهم عندهم القدرة على إنهم يقولك الحقيقة وإن هما ممتلكينها. هو شايف ان معظمهم بيكونوا مرضى نفسيين وهم اللي محتاجين منك انت العلاج، فهو مشفق عليهم جدا. زي ما قال الاستاذ صبحي انه عنده فكره انه محتاج يخلي الشرف الفلسفي تحل محل العالم كله، يعني وده نقد حقيقي لسه هرجع لحضرتك تاني. فهنا دي المشكله، وانا اعتقد ان هو عنده يعني في موضوعيه بشكل من اشكال موضوعيه كبير جدا. الشرف الفلسفي بتقول لا لا يعني لا تقدم لك حقيقه، واحنا لو رجعنا لان احنا نعطيك حقيقه هيبقى احنا كده بنضرك مش بننفعك، يعني احنا محتاجين ندي لك حقائق ونناقشك فيها وانت ما بين وسطها تختار حاجه اسمها الاضافه اللي هتضاف للمبنى اللي هو اسمك انت او حياتك انت الشخصيه. وبالتالي الاستشاره الفلسفيه بتعطي الترناتيف، بتشتغل على مصطلحين البديل او الاضافه. يعني الاستشاره الفلسفيه مش هتشيل حياتك وتحط لك واحد تاني مكانك، ده بتضيف على حياتك معنى جديد. ومن هنا بتختلف عن جماعات الدعم النفسي ان هم بيعتقدوا ان هم عندهم الحقيقه، لدرجه ان انت في مره بتناقش وكان موجود عالم نفس، فمجرد ان انا بس بقول له على فكره بس دي، قال لي بقول لك ايه هو ده اللي انا ده اللي كذا، قفلني قال لي اوعى تقول حاجه ورايا ده انا بقوله ده يعني من الاخر كذا. فلغته كمان بالنسبه لي صدتني جدا لان هو شايف انه يمتلك الحقيقه، وبالتالي ان هو نصب نفسه ان هو عالم الحقيقه وعالم النفس الحقيقيه. فانا اعتقد ان انا من النفس البشريه لا يمكن امتلاكها، وبالتالي الشرف الفلسفيه بتحل ده بان هي انا وانت بنتناقش اصحاب اصدقاء حبايب بنوصل لنقاش مع بعض. النقاش ده ممكن من خلال الحقيقه اللي انا بقولها بنقدر ببساطه يعني، وانا قصد ان انا اكون بسيط جدا النهارده، يعني انا قصد ان انا اخلي الشرف الفلسفيه في متناول ايدينا، يعني كوب من الماء كوب من الشاي لسبب انا حابه، لان اول مره نتكلم في الموضوع. المره اللي فاتت عملت كده في امبرتو ايكو لان كان اول مره ان احنا نناقش في القضيه. وبالتالي جماعات الدعم النفسي هم شايفين ان هم عندهم الحقيقه، الحقيقه دي عندهم تاخدها زي ما هي كده، مفيش حب شوكولاته وتاكلها، وبالتالي هم بيتعاملوا بنفس فكره الهوك نويز، يعني العقاقير تاخد العقار وتبقى انت كده تمام. انا شايف ان ليس كل الاطباء النفسيين على لديهم القدره على حل المشاكل النفسيه. وجيرد أشنباخ له راي جميل جدا، قال لك ان احنا مش محتاج اصلا علماء النفس، ده انت ممكن تروح لانسان مش متخصص في علم النفس خالص ومشكلتك تتحل عنه. فانا مقتنع بصراحه في الموضوع ده، ليس بشكل كامل، ولكن انا مقتنع ان الطالب اللي هو محتاج يبقى حاجه كويسه هو محتاج يركز مع نفسه، محتاج حد قريب منه يكون فاهمه اكتر، لان الطبيب النفسي مش هيقدر يوصل للشخص ده في حياه طويله جدا عريضه. فانا اعتقد ان مع جيرد أشنباخ في الموضوع ده، تمام؟ ده رايي يعني. دكتور بهي، طبعا كلام حضرتك مهم جدا، ولما ناقشت فكره لماذا الفلسفه علم بعيد عن الناس، الطب بيكمل جزء مهم. الفلسفه بتحتاج بعد اكتمال العقل، ده فكره مهمه جدا، ان الفلسفه بتحتاج من الناس ان هم يتطوروا، بالتالي تقف الفلسفه عند المثقفين من المجتمع. ولكن انا بنيت فكره ان نقدر في مصر خلال الفتره اللي جايه او في الدول العربيه نقدر من خلال ده نقدر نعمل فكره بيعملوها في ايطاليا في الجرايد، كشك الجرايد هناك بيوزع الموسوعه الفلسفيه. الموسوعه الفلسفيه دي يعني بيسموا كل جزء منها بمشكله في حياه الانسان، مشكله بسيطه جدا. جيرد أشنباخ عمل فكره مهمه جدا، عمل الموسوعه دي وكان هو نفسه بيقف مع جروب العمل ويوزعوا على الناس في الشارع ويزوروا البيوت ويتعاملوا مع الناس ويقابلوهم، لدرجة ان هم كانوا بيحلوا مشكلة واحدة مثلا بياع في السوق. بياع في السوق، شوف تخيل الفلسفة هنا اندمجت مع بياعين السوق وقدروا ان هم بعلاقاتهم ان هم يوجدوا للست دي مكان في المكان في المنطقة دي، لأن هي بائعة للخضروات والفاكهة وفي نفس الوقت كانوا بيوزعوا عندنا الأجزاء دي. يعني عايز أقول إن هم هنا قدر جيرد أشنباخ يجعل الفلسفة تهبط وتنزل من هذه السماء العليا إلى أن تصبح شيء. وانا ده بالمناسبه عملت، يعني انا عامل دراسه عندي عن الفن والسياسه على جدران ميدان التحرير، الفن والسياسه على جدران ميدان الفن الجرافيتي المصري، عملتها بالاستعانه بنظريه الاستشاره الفلسفيه.
يعني فكرة إن ليه إحنا ما نقدرش نحلل لغة الفن ونفيد المجتمع من خلال الجزئية دي. كلام حضرتك مهم، فكرة إن إحنا نصحح الفهم ونقدر إن إحنا محتاجين ده الفترة اللي جاية. وده طبعًا ده هيتقطع مع رأي الدكتور حسن يوسف، هرجع له دلوقتي. الأستاذ هادي، قيمة الفلسفة إن هي الأسئلة، دي فكرة أنا بتفق معاك فيها. فكرة إن الفلسفة بعد أفلاطون، سقراط في اعتقاد الشخصي هو أكبر فيلسوف، في اعتقاد الشخصي، قد أكون مخطئ وقد أكون صحيح، أكثر فيلسوف كان مفيد للفلسفة الحديثة وفلسفة الحداثة وما بعد الحداثة، وحتى الآن يذكر سقراط على إنه فيلسوف اليوناني الأول بامتياز، رغم أهمية أفلاطون ورغم أهمية أرسطو. أفلاطون، وأنا قلت ده في بداية المحاضرة، محتاجين نرجع تاني، نقدر نتعلم إزاي نسأل السؤال. أنت أوقات كتير جدا في ناس بتسألك أسئلة مالهاش أي لازمة وليست مفيدة بالمرة، وأوقات في سؤال يطرح عليك تحس إن الشخص اللي بيسأله غبي جدا، وأنت لو حطيت نفسك مكانه هتسأل السؤال بطريقة مختلفة، أو عشان يعني كي يصل إلى إجابة بيسأل أسئلة كتيرة جدا. جيت عشان بخلك، لا ده احنا ناخد الأسئلة اللي هي الغبية دي ونحاول إن احنا نعلمه الشخص ده إزاي يسأل سؤال مهم. أتفق معاك في إن سقراط كان بالفعل يعني نقطة مهمة جدا حتى اليوم. أنا في 2019 دلوقتي لا يمكن إن أنا أكتب فكرة فلسفية من غير ما سقراط يجي قدامي. بداية فصل العكي، هل الاستشارة الفلسفية تقف عند أفلاطون؟ لا تقف الاستشارة الفلسفية عند أفلاطون، لأن الكتاب ما صياغت وبلورت الأفكار الفلسفية من الحضارات المصرية القديمة. الاستشارة الفلسفية تشتغل على الأفكار اللي من الممكن إن احنا نقدر نطبقها بسهولة، زي سقراط. لو احنا عملنا بالمناسبة شعار، لو عملنا شعار سقراط اعرف نفسك بنفسك، عنوان في علمانيون، هنقدر إن احنا نناقش الموضوع ده، كل واحد يفهم نفسه إزاي. يعني اعرف نفسك بنفسك، هل احنا في الفعل عندنا قدرة معرفة نفسنا؟ مش انت اوقات بتقول الشخص ده مش فاهم نفسه اصلا، وبتستغرب ازاي هو ليه بخيل ليه كريم ليه بيتصرف التصرفات دي، فبتستغرب لانك انت شايف ان هو مش قاري نفسه. فاحنا محتاجين نعيد قراءة مرة اخرى لنفسنا في ضوء هذا الشعار السقراطي. ليست كل الناس تقرأ الفلسفة بالفعل، لان الفلسفة عملة اصبحت الان رابحة، انا شايف ان هي عملة رابحة جدا، وإن في مؤامرة على الفلسفة دي. بالمناسبة في مؤامرة واضحة جدا في معظم الدول العربية، وده أنا بقوله مسؤول عنه، مؤامرة على عدم الوعي، مؤامرة على عدم ممارسة الحرية، في مؤامرة على الفكر الفلسفي وعلى العلوم الإنسانية بشكل كبير جدا، لأن هي علوم بالفعل قادرة على إن هي تقود العالم وتقود البشر إلى في ظلم للفلسفة، في ظلم ليها، لأن كتير بنعمل ندوات ومؤتمرات بنعمل حلقات دراسيه ومناقشات ومحاضرات روعه، ولكن لا تصل الى الراجل الشارع، لان في قصد من وراء عدم ظهورها على. لذلك انا بعتقد ان صالون اللي احنا زي علمانيون دلوقتي، احنا بنناقش حاجه مهمه جدا، بيرجع تاني مره اخرى السؤال ونطرحه ونجاوب على اسئله مهمه جدا. دكتور حسن يوسف، انا معاك ان انا مثالي، ولكن انا اعتقد ان انا تبنيت فكره المثاليه الواقعيه، لأن أي فكرة مثالية من الممكن أن تنتقل إلى الواقع. الفنان قبل ما بيرسم بيقعد يتخيل، والرواية قبل ما بيكتب بيتخيل. إذا كانت فكرة جيرد أشنباخ مثالية فأنا بدعو إلى تحقيقها، يعني بدعو إلى أن الفكرة موجودة في ذهن الرأس البشرية، أحتاج أن هي تخرج للأمام. وأنا شخصياً بطبق الاستشارة الفلسفية في حياتي وبستفيد منها في مصر تحديداً. والاستشارة الفلسفية ليست مثالية، لأن إحنا بالفعل أنا كتير جداً بتصل بالدكتور بياخد منه استشارة، بتصل بالأستاذ صبحي أكلمه في حاجة، وبالمناسبة حاجة ثقافية أو حاجة في صلب الفسيولوجي أو البيولوجي أو حاجة في صميم الطب، أو باجي أقول لك إيه رأيك أروح للدكتور أي طبيب من الأطباء. أعتقد أنت وفرت عليا كتير جداً، لأن كان ممكن إن أنا آخد فترات طويلة جداً في العلاج إذا ذهبت بمفردي إلى الطبيب الآخر. أعتقد إن الاستشارة الفلسفية في روحها العامة هي مثالية. ايضا كان في المانيا سنه 1981 منتهى المثاليه. الان الاستشاره الفلسفيه بتطبق على اكياس القمامه في الشارع. اكياس القمامه في الشارع يعني ايه؟ يعني بتطلع جروب عمل من الجامعه، الجروب العمل دي مطلوبه ان هي توعي الناس بشكل الصندوق، بلونه، بالنظافه، بالافكار المفترض تكون مفيده لهذا المجتمع. هي مثاليه عندنا لان احنا لم نمتلك الادوات بعد اللي تاهل لنا ان احنا نعمل على سبيل المثال عياده فلسفيه، ولكن احنا بنطبقها. الاستاذ مع الطالب بيطبقوها في الجامعه بالمناسبه،
اشراف الرسائل العلميه في مصر عندنا بتقوم في استشارات فلسفيه كبيره جدا. حضرتك في روايتك الاخيره كم استشاره فلسفيه عملتها او كم استشاره فكريه او ثقافيه؟ اعتقد عد بلا حرج يعني من وممكن على فكره بالمناسبه ترجع لشيخ حفظ القران وممكن ترجع لواحد يساري ممكن ترجع لشيخ سماركيسي عنده يعني وبترجع لدير وبترجع لكذا. هنا انت عملت ملايين من الاستشاره وكان من يعني كان من الصعب ان تخرج هذه الروايه الى النور بدون استشارات لناس كتيره جدا. فانا شايف ان هي الاستشاره هي في روحها الكليه مثاليه ولكن قابله للتطبيق. نعم قابله للتطبيق وبسهوله. ونحن في منا ناس قاعدين معانا في القاعه بيقدموا الاستشاره الفلسفيه لنا يوميا يوميا بنشوفها. واقع يا دكتور حسن طبعا واقع لا يؤمن بالحوار انا معاك وكل السلبيات اللي حضرتك قلتها انا معاك ولكن سيظل السؤال ما الحل؟ لابد ان احنا نتجرأ ونقف ونحاول ان احنا نخفف حده هذا الحوار ولذيذ الذهنيه العربيه وهذا الواقع المؤلم الى اخره. اعتقد ان احنا لازم ان احنا نقدر ان احنا انا شايف ان المحاضره زي اللي احنا عاملينها النهارده دي انا شايف ان احنا تحولنا من المثاليه للاستشاره الفلسفيه. انا كنت مستحيل ان حد يهتم بان هو يقدم الاستشاره الفلسفيه في صالون ثقافي اقول لعقيد 2030. ادينا النهارده عملنا ده. اعتقد ان كل واحد فينا هيقدر ان هو من خلال شغله من بكره هيقدر ان هو يقول لك ده في استشاره فلسفيه. ومره واثنين هنقدر ان احنا من خلال الجامعه لان الجامعه هي المعمل اللي بيطلع البشريه دي. انا واحد من الناس مهتم بالتدريس الاولى فلسفه كورس اسمه الاستشاره الفلسفيه. يعني جزء من المبلغ من المنهج عندي اسمه الاستشاره الفلسفيه. وطالب طلع حكى عن ان هو بيتناول مخدرات وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا. فانا قلت له الجراءه دي؟ قال لي لان حضرتك اديتني فرصه اتكلم. عايز اقول لك اصبحت واقعيه. اصبحت واقعيه لان هو خلاص طلع لي الخبايا الموجوده الفلسفه هنا بقى. حضرتك بتقول عكس التعليق الخاص بالدكتور حسن. يعني اعتقد ان الدكتور حسن قال مثالي وحضرتك قلت لا هي الفلسفه المفترض بنقتل الفلسفه عندما ننقلها للناحيه العمليه. انا عايز اقول ان الاستشاره الفلسفيه بتتوسط ما بين الحفاظ على المذاهب الفلسفيه بعقليتها بوعيها بافكارها بس في نفس الوقت احنا في عالم بيتقدم يوم بعد يوم والتكنولوجيا عايز اقول التكنولوجيا الفلسفيه الان يعني في تكنولوجيا بتستخدم في عرض الافكار الفلسفيه تخصصا الفلسفه اللي بتشتغل على السوشيال ميديا النهارده او بعد الحديث النهارده. الفلسفه دورها ان هي دلوقتي تعمل بالانس ما التوازن ما بين الافكار النظريه وازاي الافكار النظريه دي اقدر اطلع منها افكار تطبيقيه صالحه لاي زمان ومكان اقدر من خلالها اناقشها مع الاطفال. دلوقتي في فلسفي كورشيل على سبيل المثال في المقهى الفلسفي مش هيبقى العالم بره بيشتغل على الفلسفه للاطفال بيدرسوا الفلسفه لخمس سنين من خمس سنين وبيدرسوا الاخلاق للاطفال. اليابان دلوقتي عامله ماده فلسفه الاخلاق اساسيه في الابتدائي. هم هنا بداوا استشاره فلسفيه ولا يا دكتور؟ عملوا هنا استشاره فلسفيه دخلوا في اطار تنفيذها. لما تيجي للطالب بقى احنا عايزين بقى نبدا لو احنا جادين هنقدر ان احنا ننفذه في مصر بشكل كبير لو عملنا وحده في الجامعه عن الاستشاره الفلسفيه للطلاب اللي هم عندهم بعض المشكلات يقدروا يجيبوا. لو طالب مثلا عنده مشكله متعسر في ماده فممكن اقول لك يا استاذ جون مثلا ممكن تدي للطالب ده البديل لده. هنقدر نعملها وننفذها بشكل بسيط جدا جدا. هي مثاليه في روحها ولكن بشكل عملي تطبيقي احنا بننفذها في حياتنا. فعايز اقول لك الاكتفاء بالفلسفه على ان هي فكره يعني نضعها في قالبها الفلسفي اعتقد انها ينقص الى حد ما من اهميتها ومن وظيفتها. الفلسفه الان لابد ان هي يعني هي عامله زي اقول ايه زي العمل رغيف العيش الحياه اللي احنا عايشين بيها اوريدي يعني وبنتعامل بطريقه فلسفيه. عايز اقول ان الفلسفه الان لم تعد غريبه. لم تعد غريبه لانها هي جزء متاصل في حياه الانسان وبيحتاجه الانسان يوميا. عايز اقول لو اتكلمنا الدكتور حسن اتكلم على فكره التكوين الغربي الخاص بي انا بالفعل اتاسست على يد فيلسوف عظيم مثل امبرتو ايكو او جاني فاتيمو على سبيل المثال ولكن انا قبل كده اتربيت اكتر على الكتابات العربيه يعني اتربيت اكتر على كتابات توفيق الطويل واتربيت على يعني كتب كتاب عبد الرحمن بدر مدخل الفلسفه الكتب المترجمه يعني الافكار دي لولا هي بجد كان الواحد يبقى صعب يفهم ويتطلع على الفكر الغربي. الفكر الغربي ليس بسهوله لا مدارسنا ولا تعلمنا اهلنا ان احنا نقرا فكر غربي. اعتقد ان الكتابات الموجوده في
مجتمعنا العربي مجتمعات كفيلة ان هي تأهلنا ان احنا نقدر نتواصل مع العالم الغربي ونقرا بشكل، خاصة ان الكتابات العربية لا تقل الآن عن هذه الكتابات، كل واحد بيكتب عن السياق الغربي او العربي اللي هو موجود فيه. الأستاذ صبحي رأيك مهم جدا، الفلسفة في الأصل هي أم العلوم، وبعدين الانفصال حصل نتيجة كل علم محتاج ان هو يشعر، علم الاجتماع محتاج ان يشعر باستقلاليته، وعلم النفس محتاج ان هو ياخد طريق، وهم يعني وضعوا العداء بين الفلسفه على ان الفلسفه زي ما الاستاذ اللي هو الدكتور عصام فهمي قال فكره ان الفلسفه لم تريد النزول الى مستوى ان هي تفيد المجتمع، لان هي بالفعل موجوده جوانا عايشه في الكيان الخاص بالانسان. اعتقد ان جيرد اشنباخ، حضرتك قلت كلمه مهمه جدا، قلت ان هو عنده عداء او عايز يعني البساط الموجود، هو لا يريد ذلك، ولكن هو يريد ان يخفف سلطه الطب وسلطه الاطباء النفسيين على العالم. هو يعني في حاله رحمه ما بينه وما بين البشر، لانه يجد في استغلال من الاطباء واستغلال من الاطباء النفسيين تحديدا، لان هو ممكن للطبيب النفسي يوهم واحده ان هو جوزك بيحبك وفي الحقيقه بيكرهها جدا، ويبدا يعمل جلسات كتيره جدا، جلسات وجلسات، ويفتح في عدد من الجلسات لا حصر لها بحجه انه هيرجع لها جوزها تاني. هو شايف ان في جزء تضليلي في الجوانب النفسيه بحجه ان الطبيب النفسي او في بعض الاحيان بيعشم المريض، انما هو شايف ان الفيلسوف لابد ان هو يتنزه بالموضوعيه ويبعد عن الاهواء والميول الذاتيه الخاصه بيه، على اساس ان هو يقدر يوصل لنا فكرته ان هو هدفه انساني في ال. وبالمناسبه هي الاستشارات الفلسفيه معظمها في العالم اللي بتدفع لها الدوله، يعني لان الدوله هي اللي بتعمل العياده الفلسفيه. يعني الطبيب المستشار ده بيعمل ده خدمه زي التامين الصحي كده. التامين الصحي في اوروبا بيتعمل بشكل المواطن لا يدفع اي شيء، الدوله هي اللي بتدفع، يعني فبيروح يعمل استشارات فلسفيه لان الدوله هي اللي بتهتم ببناء العيادات الفلسفيه. هذا لا يمنع ان في عيادات خاصه مرتبطه به سواء بالجانب النفسي او بالجانب الفلسفي، ولكن الاقبال في اوروبا وتحديدا في المانيا دلوقتي على الاستشاره الفلسفيه اكثر من الاستشاره النفسيه او